يا صباح الخيرات على كل حضراتكم السيدات والسادة مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. أهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي. إن شاء الله تسعدوا معنا في حلقة النهاردة. صباح العسل. اهلا بحضرتك. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان في العالم. زي ما كريم بيقول ان احنا فعلا مشاهدينا في كل مكان في العالم، مش بس في مصر، مش بس في الوطن العربي. ناس كتير بتبعت لنا من دول مختلفه، ويمكن كمان كندا وامريكا فرق التوقيت بيخلوهم يتفرجوا علينا ويتابعونا بشكل كمان ابسط. فاحنا سعداء بكل الناس اللي بتتابعنا من كل مكان في العالم. حلقه جديده والاثنين النهارده 23/11. على فكره الشهر ده من اكتر الشهور بجد والله اللي انا حاسه انها جريت بسرعه. يعني عندك شهر 8 كان بطيء جدا، شهر 9 كان بطيء جدا، بعدين 10 يعني 11 سريع. انا ده احساسي، مش عارف يعني ممكن يكون صح، بس انا احساسي من ان وقع السنه من اولها تقيل. فبعدين كل الشهور دخلت في بعض، انت عايزه تجري، وكله كورونا وكله اصابات وكله مش عارف ايه. فيعني لا انا من كتر لا يعني انا لسه حاسه ان يعني لسه الشهر عايز يمتد شويه، بفكر اقول لهم ما يقبضوناش بقى بسرعه. لا كتبي بقى كتبي، مش وقت. ابوس ايدك ابوس ايدك. هو حاسه ان احنا لسه قابضين قريب، يعني الاداره لو بتتفرج علينا هتفرق راح بالكلام ده. بس والله بجد من اكتر الشهور اللي حاسه انها جريت بسرعه. يعني نبدا بقى. احنا هنبتدي مع حضراتكم كالعاده باخبار النادي الاهلي. الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بقياده الجنوب الافريقي بيتسو موسيماني قرر انه يضم رباعي الفريق غير المقيد بالقائمه الافريقيه، وهم صلاح محسن، ناصر ماهر، اكرم توفيق، وبدر بنون. هينضموا هم الاربعه الى معسكر الفريق استعدادا لخوض نهائي دوري ابطال افريقيا طبعا امام الزمالك المقرر اقامتها مساء الجمعه المقبل ان شاء الله على استاد القاهره الدولي. والرباعي اجروا مسحه طبيه والحمد لله جاءت النتيجه سلبيه للجميع، ومن ثم سيتواجد اللاعبين في تدريبات الفريق في المعسكر المغلق استعدادا للنهائي الافريقي. برضو خليني اقول لحضراتكم، هو للاسف الشديد يعني لسه الاصابات مستمره. المسحه الطبيه اللي خضع عليها محمد شريف لاعب الاهلي للاسف جاءت ايجابيه، وهيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا طبعا لبروتوكول البروتوكول الطبي الخاص بوزاره الصحه. وزي ما احنا عارفين اعاره اللاعب لام بي انتهت، وعاد لينتظم بقى في تدريبات الاهلي. كمان محمود كهربا لاعب الاهلي هيجري مسحه طبيه جديده النهارده للاطمئنان عليه قبل الانضمام لمعسكر الفريق ده طبعا استعدادا لمواجهه الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا. ونفس الامر برضو لوليد سليمان اللي هيخضع لمسحه جديده للاطمئنان عليه. يا رب يسلم باذن الله. يعني ان شاء الله. هو في حاله محمد صلاح الحمد لله رب العالمين ربنا يسلم. يعني من ناحيه ثانيه تعافى المصري العالمي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي من اصابته بفيروس كورونا المستجد بعد ما خضع لمسحه طبيه امبارح في مقر تدريبات النادي وتم التاكد من سلبيه العينه، ليصبح بالتالي متعافيا من كورونا، وايضا ينضم إن شاء الله ويكون جاهزا للمشاركة في تدريبات الفريق من أجل خوض المباريات المقبلة في مختلف البطولات. اللي حصل إن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد يوم 13 نوفمبر بعد 4 أيام فقط من حضوره لحفل زفاف شقيقه. طبعا لم يشارك بالتالي مع المنتخب المصري خلال مباراتي توجو بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا. ومن ناحية تانية الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي بوزارة الصحة والسكان أكد أن اللاعب محمد صلاح تعافى تماما من فيروس كورونا المستجد بسبب تطبيق بروتوكول العلاج المصري عليه. طيب نروح بقى لإحصائيات كده شوية، لأن زي ما احنا بنتكلم كل يوم في إصابات مختلفة، وللأسف برضو في أعداد متزايدة من الوفاة. فامبارح بقى وصل معدل الإصابات بفيروس كورونا 351، وللأسف الشديد 13 وفاة. كمان أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إرشادات للحد بقى من انتشار فيروس كورونا في المحال التجارية. هيتضمن هنا وضع علامات على واجهات المحل بتطالب الزبائن بعدم الدخول بدون كمامة أو عند كمان ظهور أعراض كورونا. تضمنت الإرشادات إرشادات وزارة الصحة والإسكان ضرورة أيضا وضع علامات أرضية داخل المتاجر للالتزام بالتباعد الاجتماعي ونظافة اليد وعدم لمس الأسطح. شملت الإرشادات أيضا وضع حواجز بلاستيكية عن أماكن تحصيل الفواتير أو التعامل مع العملاء مع تشجيع العملاء على العمل بنظم الدفع الإلكتروني والاستمرار في تنظيم أعداد وطوابير العملاء. يعني خليني اقول لحضراتكم على حاجه، خليني اقول لك يا كريم كل ده كلام جميل جدا واحنا لازم نلتزم والفتره اللي جايه اعتقد ان احنا او الاشهر القادمه اعتقد ان هي هتشهد المزيد كمان من هذه الاجراءات الاحترازيه، والموضوع هيبقى شويه يعني ناس هتشوف ان هو حاجه تخنق او كده. بس للاسف الشديد احنا مجبرين على هذه الاوضاع، لان احنا لو استخففنا احنا شفنا دول اوروبيه مختلفه بلا ذكر يعني، او منهم خلينا نقول عادي ايطاليا الويف الاولى ما التزمتش في البدايه فاصبحت هي من اكبر الدول واكثر الدول اصابات على
على مر شهور، فاحنا اكيد مش عايزين نوصل لده. فكويس جدا ان احنا من دلوقتي بنتبع ده، هنتخنق شويه بس في الاخر لمصلحتنا يعني. يعني عشان كده بقول لك هو اهم حاجه الالتزام، واحنا للاسف الشديد شفنا كمان في الموجه الاولى من كورونا، انا شخصيا يعني شاهدت شويه حاجات اغرب من خيال اقسم بالله. يعني زي اقول لك زي ايه؟ زي مثلا كنت في مره من المرات مع صديق ليا، وكان كنت رايح معاه مشوار، هو كان المفروض حاجه ليها علاقه باوراق وتجديد اوراق وحاجات زي كده، والمكان اللي احنا رايحينه مش هقول لك انهي جهه، المهم او هقول لك جهه ما هقول لك لاحقا، واخده بالك؟ المهم في طابور من البشر واقفين ومحطين طبعا علامه عند مدخل الباب ده ان ممنوع دخول اي فرد عشان يخلص اوراقه كده لما يكون لابس كمامه. احب اقول لك ان انا الطابور اللي عدينا او اللي انا شفته فيه على الاقل 30 الى 40 بني ادم، حلو؟ اغلبهم معهمش كمامات، بس عرفت بقى لاحقا معلومه ان هو في حد بيبقى واقف في اول الطابور مثلا لابس الكمامه بيدخل يخلص اوراقه ويطلع يقلع الكمامه. لا 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 والله لا العظيم زي ما بحكي لك، يقلع الكمامه يديها للي بعديه، يدخل يستوفي اوراقه ويخرج يديها للي بعديه وهكذا. تخيلي يا نهوان. بص هقول لك على حاجه، للاسف الشديد في جهل ثقافي لدى البعض، يعني مش يعني الجهل انواع اصله. الفكره ان انت لما تعمل حاجه زي كده هو انت مش بتتحايل على القانون، يعني دي مش شطاره، انت في الاول وفي الاخر انت بتضر نفسك او ممكن تكون بتقتل نفسك على فكره. ان اللي قبلك لو هو مستعمل الكمامه فانت طبعا خلاص انت خدت الفيروس، لو مناعه جسمك مش كويسه انت حضرتك هتتوفى لا قدر الله يعني. ف انا مش عارفه الاستغفار ده بشع، بيأذي نفسه بس اقول لك ماشي، ده بيأذي امه لا اله الا الله من بعديه، فدي المشكله. واسرته واولاده ووالدته يعني طبعا. اما بقى بالنسبه لحاله الطقس وبالتفصيل تعالوا نتعرف عليها سوا من خلال مكالمتنا مع الدكتور محمود شاهين، وهو مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. صباح الخير على حضرتك يا استاذ محمود. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. عايزين نعرف بقى من حضرتك توقعات حاله الطقس اليومين الجايين عامله ازاي، خصوصا وان احنا اتخدعنا كذا مره الكام يوم اللي فاتوا، يعني نخفف الملابس الجو يطلع ساقعه، نتقل في الملابس الجو يطلع حر، فمش عارفين نتصرف ازاي. لا احنا طبعا لازم نكون حذرين جدا في الفتره دي، ونتابع النشره الجويه اللي بتصدرها الهيئه العامه للارصاد الجويه عشان نشوف درجات الحراره المتوقعه كل يوم، لان فتره الخريف بتكون فيها تقلبات جويه ما بين ارتفاعات وانخفاضات في درجه الحراره. ولكن كلنا مسلمين ان الساعات الاولى من الصباح وفترات الليل، الساعات المتاخره من الليل بالذات، بيكون الجو بارد، ما فيش كلام يعني، ما بتختلفش من يوم طبعا ليوم طبعا. فلازم طبعا الساده المواطنين اللي بتضطرهم الظروف انهم بره يكونوا بره البيت في الوقت ده، لازم طبعا يتقلوا الملابس شويه مقارنه بوقت الظهيره. ولكن مش هنفضل نتقل ونخفف، لان طبعا نزلات البرد احنا مش عايزين نتعرض ليها لتشابه اعراضها طبعا مع كورونا. طبعا قدر الامكان الاجسام بقى بتختلف، يعني في حد بيحس ببروده بسرعه فبيبدا يشتي، بياخد قرار انه هيبدا يلبس ملابس شتويه. بس هو يا فندم درجات الحراره اللي احنا بنمر بيها الكام يوم دول، هل تتماشى مع التوقيت اللي احنا فيه او التاريخ اللي احنا فيه، ولا حصل حاسس ان المواسم تم يعني في ترحيل حصل، يعني بقى الجو مثلا يحرر او يصيف بدري عن المعتاد، او الشتاء يدخل بدري شويه عن المعتاد، ولا ده انطباع شخصي خاطئ؟ لا لا، هو مثلا حضرتك التغيرات المناخيه موجوده في العالم كله، بس بالنسبه لدرجه الحراره لسه يعني تاثيرها مش قوي بشكل كبير. فاحنا طبعا درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه، ولكن وارد ان تيجي بعض الموجات تقلل درجه الحراره عن المعدلات، ولكن مش هترفع تاني درجه الحراره. يعني اللي بدا ياخد قرار ان هو يبدا يشتي او يلبس ملابس شتويه فده طبيعي، القرار بتاعه سليم، ومش هترتفع درجات الحراره مره اخرى بحيث ان هو يندم على هذا القرار يعني، او هيبدا يخفف تاني مره اخرى. يبقى خليك ستاند باي بقى. انا مش عارفه انا لابسه صح ولا غلط اصلا، انا كل يوم يا دكتور محمود بطلع اقول للناس تقلوا تقلوا، انا النهارده لابسه نص كم، فانا يعني مش عارفه انا صح ولا غلط، بس احنا في مكان مقفول فعادي. عايزه اتفضل. بس هو بتختلف، انا بقول لحضرتك بقى اللي بيخرج وفي مكان مفتوح الصبح بدري او راجع متاخر بالليل بتفرق معاه. صح. فلازم طبعا يكون عامل حسابه بجاكيت او حاجه عشان انخفاض درجه الحراره بالليل. مظبوط. طب انا هروح مع حضرتك لنقطه برضو اخيره سريعا، احنا شاهدنا من اسبوع تقريبا يعني كان في مشاهد مش معتادين عليها حدثت تحديدا في المنصوره، والثلج اللي كان يعني شبه خلينا نقول الطوب بصراحه اللي نزل بشكل يعني شديد، هل ده ممكن يتكرر تاني؟ ولو اتكرر تاني ممكن يكون في اي محافظات؟ لو حضرتك عندك يعني اي تنبؤات او معلومات. هو طبعا وارد انه يتكرر تاني، فتره الخريف بيكون لسه طبيعه عمود الهواء ما بين ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحراره نتيجه خروجه من فصل الصيف، فلسه عمود الهواء ما بردش بشكل كامل، فبنلاقي فيه انخفاض في طبقات الجو العليا بشكل كبير في درجه الحراره،
وبيكون لسه سطح البحر المتوسط لسه درجة الحرارة فيه مرتفعة شوية، لأن المية بتفقد حرارتها بصعوبة شوية. فده بينشئ حالات عنيفة من عدم الاستقرار على مسطح البحر المتوسط، وبيكون سحب ركامية كبيرة جدا بتبقى مصحوبة طبعا بأمطار غزيرة ومصحوبة بتلج. فبيختلف بقى التلج ده من أماكن لأخرى، بس هو طبعا السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري معرضة أكثر لحدوث هذه الظاهرة للفرق الكبير في درجة الحرارة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا. صحيح، واحنا هنتابع مع حضرتك برضو عشان ننبه الناس، لان في ناس اتصابت يعني بالثلج ده، لان زي ما بقول لحضرتك هو كان يعني ناشف شويه، فعشان بس الناس تاخد بالها برضو. لا هو وارد طبعا يحدث مره اخرى، خاصه على محافظات الساحل الشمالي وايضا على محافظات شمال الوجه البحري. يعني يا دكتور محمود بنشكرك جدا يا فندم، شكرا لحضرتك. كل الشكر للاستاذ محمود شاهين على هذه المداخله القيمه اللي عرفتنا معلومات. بقول لك انت تجهزي بقى مشروباتك السخنه، شرباتك، كل ده ستاند باي. خد بقى الخبر ده. ايه؟ في خبر كده قريته امبارح على جريده اليوم السابع، بيقول لك ان شوربه العدس بتكلف الاقتصاد المصري كام بقى؟ كام؟ 47 مليون دولار. دولار. هل الخبر ده حقيقي ام لا؟ انا ما اعرفش. شوربه العدس قريته على اليوم السابع، ف ده رقم يعني ضخم. بس ليه 47 مليون اهو خبر قدام حضراتكم، شوربه العدس في الشتاء بتكلف الاقتصاد المصري 47 مليون دولار. بس على كل الاحوال شوربه العدس هي الراعي الرسمي لفصل شوربه العدس. يعني الراعي الرسمي لفصل الشتاء. بص تكلف زي ما تكلف، الشوربه دي بصفه خاصه ليها خصوصيه شديده عند المصريين. ده اساسي، ده من الطقوس كده في كل بيت مصري. فما تعرفش بقى موضوع الاستيراد او غيره، ممكن يكون هو ده العامل هذا يعني الرقم. بس طبعا هو رقم ضخم، بس زي ما انت برضو بتقول ده جزء من الكالتشر. عدس يعني عدس. طيب نكمل بقى مع حضراتكم اخبارنا. اعلن الدكتور ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز تعميم منظومه التحول الرقمي داخل اروقه الاتحاد في التعامل مع الانديه والهيئات الرياضيه والحكام واللاعبين، عن اطلاق موقع خاص بيحتوي على جميع بيانات الاتحاد وتصنيف اللاعبين لتوفير جميع المعلومات امام الانديه والهيئات الرياضيه المشاركه في بطولات الاتحاد وتسهيل ايضا اجراءات التسجيل الكترونيا. وجه رئيس اتحاد الجمباز بضروره تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأكمل. طيب على صعيد آخر، انطلقت البطولة الودية الأولى للريشة الطايرة الهوائية في الصالة المكشوفة في استاد القاهرة الدولي بمشاركة 92 لاعب. وعلى هامش هذه البطولة كرم هشام التهامي وهو رئيس الاتحاد لهذه اللعبة، كرم اللاعبة الأولمبية هادية حسني واللي حصلت مؤخرا على مقعد بمجلس النواب المصري في الانتخابات الحالية. وفي وقت سابق كانت أكدت هادية حسني لاعبة منتخب مصر للريشة الطايرة على اقتراب التأهل إلى بطولة أو إلى أولمبياد طوكيو واللي كان من المقرر ان هي تقام في 2020، ولكن بطبيعه الحال تم تاجيلها لمده عام بسبب انتشار فيروس كورونا. وتعالوا نتعرف على التفاصيل اكثر من خلال مداخلتنا مع هاديه حسني لاعبه منتخب مصر للريشه الطايره. صباح الخير عليكي. صباح الفل عليكم. والف مبروك يا سياده النائبه. الله يبارك في حضرتك بكثير، ربنا يخليك. خبر جميل. ما تخليش بقى يعني النيابه تاخدك من الرياضه او العكس. والله هو انا بالعكس، ما يمكن النيابه دي برضو مدخل ان انا اساهم واساعد اكتر في الرياضه المصريه بقى على مستوى يعني دقيق اكتر يعني. بتهيألي كمان الرياضه دي بصفه خاصه يمكن برضو تكون من ضمن الرياضات اللي مش واخده حقها قوي، مش منتشره قوي، مش بشعبيه رياضات ثانيه. والله هي لعبة الريشة الطايرة عالميا هي رقم واحد، يعني يمكن هي في شرق اسيا، الصين هي اللعبة الأولى، في الهند اللعبة الثانية، فعلى مستوى العالم هي تعتبر اللعبة الأولى قبل كرة القدم. حتى شعبيتها هناك في الصين وفي شرق اسيا قوية جدا جدا جدا، يعني احنا لما بنروح هناك بنتعامل كأننا لاعبين كرة قدم. طب جميل، يعني بتشوفي النجومية والشهرة والمجد وأنت مسافرة. والله احنا كسبنا ماتش واحد مثلا في بطولة الهند دي، كنا في الجرايد هناك والناس ما كانوش مصدقين نفسهم ان في مسلمين ومحجبات وبيلعبوا اللعبة يعني. لا اذا كان كده بقى احنا عايزينكم تبهروهم بقى في طوكيو 2021 ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بتستعدوا ازاي لهذا الحدث الرياضي الكبير؟ والله احنا كنا بنستعد كويس قوي لغايه شهر 2 اللي فات، كنا وصلنا انا وضحى هاني هي الزوجي، احنا بنحاول تاهل في زوجي وزوجي المختلط، انا وضحى مع بعض في الزوجي وزوجي المختلط ضحى هاني وادهم حاتم.
وصلنا في الدبل ان احنا بقينا المركز 35 على العالم، ودي حاجه ما حصلتش في افريقيا قبل كده، يعني عمر ما حد دخل جوه ال 40. احنا لا كمان وصلنا ل 35، فالحمد لله موقفنا كويس. يعني ان شاء الله لما ترجع المنافسات المفروض كان في ناقص 4 بطولات للتاهيل، فلو حافظنا بس على اللي هو المركز بتاعنا ال 35 على العالم واحنا اول افريقيا، نتاهل بكل سهوله يعني ان شاء الله لطوكيو. هيكون كمان ارقام اعلى من كده باذن الله. طيب كابتن هادي، خليني اخدك بقى شويه للبرلمان. يعني انا اولا مبسوطه جدا، يعني نموذج نسائي ورياضي وسياسي ناجح، دي بدايه. ربنا يخليك. ايه بقى خطتك لما تدخلي ان شاء الله مجلس النواب، وفي اجنده، في توبكس معينه، في قرارات معينه، اقتراحات بقوانين معينه؟ خلينا نعرف. والله هو انا طبعا هدفي الشباب والرياضه، بس ده يتوقف برضو ان انا في اللجان، لان مش عارفه في لجان كتير طبعا، هيطلع نصيبي من انهي لجنه، ده لسه الواحد مش عارف الكلام ده كله لما ندخل، لان احنا القسم ان شاء الله شهر يناير. بس انا اولويه عندي طبعا، ولو انا بختار هختار ان انا اكون في لجنه الشباب والرياضه، لان هي دي الحاجه اللي انا اقدر ان انا اساهم فيها، سواء قوانين للرياضيين الاولمبيين او البارالمبيين او كمان الاولمبيات الخاصه بمصر، فدي الحاجه اللي انا بحبها ونفسي ان انا اساعد فيها ايا كان يعني. واتمنى ان انا يكون حظي ان انا طبعا ادخل في لجنه الشباب والرياضه، وهي دي اللي انا اقدر اساعد فيها ان شاء الله يعني. ان شاء الله. وبعد بقى ان شاء الله لما الامور توضح يعني تشرفينا بقى هنا في 10 الصبح في الاهلي، وفي ملفات كتير حابين ان احنا كمان نتكلم معاكي فيها. مشكورك جدا يا رب. ان شاء الله ميرسي ليكم كلكم، وان شاء الله كمان يعني بما انكم بتتكلموا على طول شريفه اللي كانت معموله في الهواء، متهيألي دي هتنشر اللعبة أكثر وأكثر، إن بقى في ريشة طايرة ممكن تتلعب بره الصالات المكسرة. صحيح صحيح. شكرا ليكي كابتن هادي حسني. شكرا. شايف النماذج اللي تشرف حاجة حاجة مشرفة، نساء قادمات ومبشرة كمان. بص يعني أنا عاجبني إيه، هي بتمثل بص ميكس مع بعض، أولا رياضية جدا، تاني حاجة مثلا للمرأة طبعا، تالت حاجة الشباب، فانت كده بتتكلم تمكين لثلاث فئات في فئه او في شخص صحيح. واحد، فدي حاجه مشرفه حقيقي. وفكره هنا كمان مش هنتكلم بقى على تقبل المجتمع، خاصه المجتمع اتغير من زمان، يعني مش لسه هنقعد نتكلم وناخد وندي في حاجه استهلكت. هل انت مع ان المراه تدخل البرلمان والمشاركه السياسيه؟ الدوله وتوجه الدوله بقاله سنين في فكره هنا اعطاء المراه للفرصه يعني الاندماج في الحياه السياسيه، فده من زمان، بس دلوقتي لما اخذت الفرصه المراه اصبحت بقى عندها ان هي تثبت نفسها، فان هي كان موضوع في فكره بس الفرصه. فيعني انا شايف، ولا انت شايف ايه؟ انا شايف ان الموضوع عدى اللي انت بتقوليه كمان، لان احنا وصلنا لمرحله ان بقى في محافظ سيده، بقى في وزيره، فاهمه ازاي؟ فطبعا اللي انت بتقوليه متحقق بالفعل، وغالبا كمان التفصيل اللي كانت بتتكلم فيها الاستاذه هاديه، فكره ان هي بحكم كونها لاعبه في منتخب مصر في رياضه من الرياضات، فهي بتميل اكتر ان هي تكون في لجنه الشباب والرياضه. طبعاً اكيد دي نقطه هتتراعى، يعني القائمين على مجلس صحيح. النواب بطبيعه الحال اكيد هيشوفوا مين الانسب لانهي لجنه بالتحديد عشان يفيد الكل بطبيعه الحال. يعني اتفق معاك جدا، وهي فعلا مكانها في هذه اللجنه، احنا نتمنى فعلا. طيب نكمل مع حضراتكم بقى، يوم الجمعه اللي جاي هينطلق طبعا، ده غير الماتش يعني، هينطلق تحدي جديد للدراجات الهوائيه، وهو سباق تحدي الجلاله، هو اسمه كده، ويتضمن هذا التحدي انطلاق اكثر من 350 متسابق بالدراجات الهوائيه. ده هيكون من القاهره لمدينه الجلاله العالميه، هيكون عبر طريق القطاميه العين السخنه وطريق الجلاله، باجمالي مسافه بقى 137 كيلومتر، ده على ارتفاع 1300 متر فوق سطح البحر. ده هيكون تزامنا مع سلسلة الافتتاحات كمان الحكومية لمنتجعات وفنادق المدينة، وفي إطار كمان تنشيط وترويج المدينة وإقامة فعاليات رياضية عالمية. هيعتبر هذا التحدي أكبر تحدي للدراجات الهوائية للهواة في مصر، حيث بيصل هنا عدد المشاركين لأكثر من 350 دراج. كمان حدث مهم على الأجندة الرياضية طبعا يعتبر، وهيشارك في هذا التحدي العديد من الفئات العمرية من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى العديد من الجنسيات الأجنبية كمان، وبحضور إعلامي هنا دولي، وده المهم بقى ومحلي لتغطية الحدث. يعني زي ما أنا وكريم برضو ياما بنتكلم هنا عن أهمية دمج السياحة بالرياضة أو السياحة الرياضية زي ما بيقولوا، فدي أعتقد حاجة كويسة جدا، إن هي بتغطى كمان دوليا، مش حدث كبير وبيبقى الصحف المحلية هي بس اللي بتغطيه، بالعكس انت عايز تعمل اكسبوجر او عايز طبعاً توصل للعالم الخارجي، فدي حاجه كويسه. لا ومناظر بقى طبيعيه جميله، وطريق الجلاله والعين السخنه، يعني ان شاء الله يكون حدث لطيف يفيد السياحه المصريه والرياضه المصريه اكيد
بطبيعه الحال. تعالوا بقى نروح عشان نتعرف سوا على اخبار الفرق الرياضيه والانشطه المختلفه في النادي الاهلي مع زميلتنا سالة حامد مراسله قناه الاهلي من مقر النادي بالجزيره. سالة صباح الخير عليكي وسامعينك، عندك ايه تقول لنا عليه؟ اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، وصباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، يعني إن شاء الله اليوم النهاردة يكون مليان بالسعادة والتفاؤل علينا وعلى كل اللي بيتابعونا. خليني في البداية نقول لكم كل الأخبار والأجواء هنا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني درجة الحرارة النهاردة العظمى 25 والصغرى 16، يعني بالرغم إن في انخفاض في درجات الحرارة لكن ده ما منعش يعني أعضاء النادي الأهلي إن هم ييجوا بفترة الصباحية ويستمتعوا بوقتهم. كمان أنا شايف إن في عدد من أعضاء النادي الأهلي كبار السن متواجدين في ملعب مختار التتش عشان يستمتعوا بالفتره الصباحيه هناك ويستمتعوا برياضه المشي. كمان في عدد اخر متواجد في صالات الجيم عشان يؤدوا بعض التمرينات الصباحيه للحفاظ على اللياقه البدنيه والتخلص من اي اصابه موجوده. ده بالنسبه للفتره الصباحيه هنا في النادي. بالنسبه للحاله المروريه في الاماكن القريبه من النادي الاهلي، يعني الحاله المروريه جيده في الزمالك، المهندسين والدقي والعجوزه، مفيش زحمه خالص في الاماكن دي. فبقول لاعضاء النادي الاهلي اللي حابب ان هو يجي ويستمتع بوقته في الفتره الصباحيه يجي، مفيش زحمة خالص في الأماكن دي. هروح بقى للامور المتعلقه بالجمعيه العموميه والنادي الاهلي. يعني النهارده يا كريم يوم مهم بالنسبه للنادي الاهلي، يعني النهارده مقر النادي الاهلي بالجزيره هيشهد اليوم الاول انعقاد يعني الاجتماع السنوي للجمعيه العموميه العاديه. الجمعيه العموميه هتقام على صاله الامير عبد الله فيصل على يومين، النهارده ان شاء الله يوم الاثنين وبكره الثلاث من الساعه 9 صباحا حتى الساعه 7 مساء. ويعني ده لمناقشه بعض الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجدول الاعمال. كمان الاداره التنفيذيه زي بالنادي الاهلي يعني حريصه ان هي تطبق جميع الاجراءات الاحترازيه وان يكون في تباعد اجتماعي ما بين الاعضاء والعاملين بالنادي الاهلي وافراد الامن وان كله يكون ملتزم بارتداء الكمامات. كمان انا شايفه في تعقيم يعني على جميع بوابات النادي الاهلي وتعقيم كامل لصاله الامير عبد الله فيصل اللي تقام عليها الجمعيه العموميه. يعني ده كله عشان نتاكد ويعني نطمن على سلامه جميع الاعضاء النهارده وبكره ان شاء الله اللي جايين عشان الجمعيه العموميه. خليني بقى انتقل واروح لاخبار الفرق الرياضيه في النادي الاهلي، وابتدي بالفريق الاول لكره السله سيدات اللي هيواجه نادي الجزيره في الدور ال 16 من بطوله كاس مصر. المباراه دي مهمه وقويه جدا بالنسبه للفريقين، يعني لانه نادي الاهلي فاز على الجزيره في مباراه نهائيه من بطوله منطقه القاهره في الايام الماضيه وانتهى اللقاء بفوز النادي الاهلي بنتيجه 77-55، وده كان بقياده طبعا كابتن علي هاشم والجهاز الفني. ده بالنسبه لسله سيدات. بالنسبه بقى للفريق الاول لكره سلة رجال، يعني أسفرت قرعة منافسات كاس مصر على أنه الفريق هيتأهل مباشرة لدور 16 بدلا من دور 32، والنادي الأهلي هيواجه الفائز من مباراة الشرقية للدخان والترام. يعني اللي هيفوز في المباراة دي هيواجه النادي الأهلي في دور 16 من بطولة كاس مصر المقبلة. أمس ثلاثي النادي الأهلي هبة الفقي، هاجر علي وهالة علي يعني شاركوا مع منتخب مصر لكرة السلة تحت سن 20 سنة، ويعني دي كانت مباراة ودية ما بين منتخب مصر ونادي سموحة وفاز منتخب مصر بنتيجة 101-76. ويعني اللقاء ده شهد تألق كبير جدا وأداء متميز من ثلاثي النادي الأهلي، يعني وهو ده كريم النادي الأهلي اللي معودنا عليه إنه مش بس بينافس في جميع البطولات لجميع الألعاب، لا كمان بيقدم لنا دايما أبرز وأهم النجوم والكوادر في جميع الألعاب لكافة المنتخبات الوطنية لجميع الألعاب الأخرى. يعني استكمال بقى للاخبار الرياضيه، يعني خليني اقول لكم ان امس فاز شباب طايره 19 سنه على مصر للبترول بنتيجه 3-0، وده كان ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. وكمان النهارده يعني في مباراتين، النهارده اول مباراه فريق اليد 2000 شباب هيواجه النهارده بورسعيد الساعه 2 على صاله نادي الاسماعيليه، وفريق السله 18 سنه شباب النهارده هيواجه المقاولون العرب الساعه 6 على صاله نادي النصر. دي كانت ابرز واهم الاخبار والاجواء هنا في الفتره الصباحيه في النادي الاهلي، يعني وانا معاكم على مدار اليوم طبعا لو في اي سؤال. والان العوده للاستوديو. نشكرك شكرا جزيلا الزميله العزيزه سالة حامد مراسله قناه النادي الاهلي، ومكملين مع حضراتكم اخبارنا. طيب احنا بعد اخبار بقى النادي الاهلي يوميا بنحب ناخد حضراتكم كده في جوله صحفيه نعرف اخر الاخبار الرياضيه في المواقع والصحف. معانا النهارده زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي من مقر جريده الشروق. محمد في البدايه بصبح عليك انا وكريم
قبل ما نبدا اي اخبار يعني طبعا اخبارك ايه وعرفنا كده الجو عامل ازاي؟ انا شايفه ان انت متقل شويه، هل فعلا الجو بره دلوقتي برد؟ هل الطرق كانت كويسه لو حد مثلا عنده مشوار عايز ينزل يروحه؟ عرفنا كده من خلال يعني خبرتك او من خلال الفتره اللي انت قضيتها الصبح، اتفضل. صباح الخير يا نهواند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، صباح الخير على جمهور النادي الاهلي العظيم اللي بيتابعنا دلوقتي. يمكن زي ما سالت في البدايه بتسالي عن حاله الجو، يمكن انا بس متقل ان كنت نازل بدري شويه الصبح، فكان في بس زي ما بنقول كده نسمه ساقعه شويه الصبح، لكن بعد كده الشمس بدات تطلع والجو كويس. لكن هو زي ما تابعنا من خلال يعني خبراء الارصاد وكمان الناس اللي تابعت معاكم الصبح اخبار الطقس، يمكن بس في من بدايه بكره ان شاء الله في تحذيرات ان في امطار ودرجه الحراره تنخفض من التلات للجمعة، لكن دلوقتي الجو كويس جدا. أي حد عنده مشوار بنقول له انزل ما تقلقش، خاصة المنطقة المحيطة بالنادي الأهلي في الجزيرة، وأنا جاي عديت على النادي هناك، لا الأجواء أكثر من رائعة والجو أكثر من رائع. أكيد أقصد المكان ممكن يقضوا فيه اليوم النهاردة هو داخل النادي الأهلي. نروح بقى، يعني يسعدني إن أنا هنا معاكم من مقر جريدة الشروق، ويسعدني إن إحنا نروح كده في جولة لآخر وأهم الأخبار الرياضية محليا وعربيا وكمان عالميا، ونبدأ جولتنا بالأخبار المحلية وبتحديدا من جريدة الشروق. وأول خبر معانا انت الشروق تنشر لائحة اتحاد الكرة الجديدة. يمكن زي ما بنقول انتهت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من إعداد لائحة النظام الأساسي الجديدة، واللي هيتم مناقشتها في الجمعية العمومية غير العادية، والمقرر انعقادها إن شاء الله في تمام 11 صباحا من يوم الأحد المقبل بأحد فنادق مدينة نصر. يمكن في تفاصيل الخبر من داخل جريدة الشروق، حسب جريدة الشروق اتحاد الكرة دعا لعقد جمعية عمومية غير عادية طبقا للتعليمات الواردة له من الاتحاد الدولي لإدارة كرة القدم فيفا، لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة لائحة النظام الأساسي الجديدة، وكمان الدعوة لانتخابات اتحاد كرة جديد في 15 ديسمبر المقبل. يمكن كان من المفترض طبقا للقانون الرياضة المصري أن يتم دعوة للانتخابات قبلها زي ما بنقول بفترة كافية أكثر من 40 يوم، كان المفروض يتم الإعلان عن انتخابات جديدة يوم 31 أكتوبر بالكتير الماضي، لكن ده ما حصلش. فحاليا بتعكف وزارة الشباب والرياضة واللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وكمان اللجنة الأولمبية للخروج بصيغة قانونية مقبولة، خاصة على لحماية الانتخابات أو الاتحاد القادم إن شاء الله لإدارة الاتحاد الكرة المصري من أي طعن عليه، لأن في حالة الطعن طبقا للقانون الرياضة المصري هيتم بطلان الانتخابات بشكل كامل، لأن الدعوة ليها لم تتجاوز المدة القانونية المنصوص عليها في الاتحاد الرياضة المصري الصادر أخيرا من وزارة الشباب والرياضة. الخبر اللي معانا بعد كده من جريدة اليوم السابع، وإجراء كرة الدوري بحضور أندية الممتاز اليوم. يمكن النهاردة يعني زي ما بنقول كده كل سنة وكل مشاهدينا طيبين، الدوري الجديد خلاص على الأبواب، ويجري النهاردة الاتحاد المصري لكرة القدم مراسم كرة الدوري المصري الممتاز الجديد موسم 2020-2021. القرعة هيتم إن شاء الله إجراءها في الواحدة ظهرا بأحد فنادق منطقة الجزيرة المجاورة للنادي الأهلي. يمكن تم دعوة الأندية المشاركة، هيشارك مندوبين على الأندية المشاركة في البطولة بشكل عام بواقع مندوب واحد عن كل نادي. المندوب هيكون مطلوب منه خلال حضوره لمراسم القرعة إحضار أو ذكر الملعبين اللي هيخوض عليهم الفريق بواقع ملعب أساسي وملعب احتياطي للفريق، مدعوما بموافقة الجهة المالكة للاستاد وكذلك موافقة الجهات الأمنية في المحافظة اللي هيتم عليها المباراة، كذلك أرقام قمصان الفريق لازم تكون منصوصة عليها في الخطابات الواردة من إدارة النادي مع المندوب الخاص بيهم في إجراء القرعة. يمكن كمان خلال بحسب جريدة اليوم السابع في خلال القرعة يعني هيكشف اللجنة الخماسية، هتكشف النهاردة عن الرئيس الجديد للجنة المسابقات خلفا للمهندس حسام الزناتي اللي ترك العمل في اتحاد الكرة ويشغل منصب المدير التنفيذي لنادي الجونة في الموسم الجديد. هيتم الإعلان زي ما قلنا عن الرئيس الجديد للجنة المسابقات خلال إجراء مراسم القرعة، وهو اللي هيشرف عليها بنفسه. وإن كانت بعض المصادر في بعض الصحف أشارت إن اللي هيكون الرئيس الجديد للجنة المسابقات حسب بعض الصحف المصرية هو المهندس مازن مرزوق اللي كان تولى رئاسة لجنة المسابقات في أكثر من مناسبة قبل كده.
كمان حددت اللجنة الخماسية زي ما ذكرت اليوم السابع بداية الدوري العام هذا الموسم إن شاء الله يوم 9 ديسمبر القادم بالنظام المتعارف عليه الدوري من دورين، خاصة أن كان في اقتراح أن البطولة تقام من دور واحد ولكن ده قبل بالرفض من قبل الأندية المشاركة بالدوري العام الموسم المقبل، وعليه المسابقة تقام بالنظام العادي بنظام الدور الأول والدور الثاني بمباريات الذهاب والعودة. نروح للخبر الثاني اللي معنا في أخبارنا المحلية ومن سوبر كورة. اليوم المقاولون العرب ينهي استعداداته في الجبل الأخضر قبل السفر إلى جيبوتي. يمكن ينهي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولين العرب استعداداته بالجبل الأخضر بأحد الملاعب الفرعية قبل السفر إن شاء الله إلى جيبوتي في ساعة مبكرة من صباح غد الثلاثاء لملاقات فريق أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور 64 من الكونفدرالية الإفريقية. كمان ذكرت سوبر كورة أن من المقرر أن يقوم المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب ورئيس الشركة برئاسة البعثة المسافرة إلى جيبوتي عبر أثيوبيا. يمكن كابتن رامي ربيع المدير الكرة بنادي المقاولين العرب سبق الفريق وسافر إلى جيبوتي لإطمئنان على أماكن الإقامة والاستعدادات وملاعب التدريب المخصصة لفريق المقاولين خلال إقامته بجيبوتي، وطبعا بنتمنى التوفيق لنادي المقاولين العرب ممثل الكرة المصرية في الكونفدرالية السنة دي وكمان بقية الأندية المصرية اللي هتشارك تباعا في من أول دور الـ 32 سواء في الكونفدرالية أو دور أبطال أفريقيا. دي كانت نهاية أخبارنا المحلية، نروح بقى لأخبارنا العربية بالتحديد نروح للسعودية، ويمكن معظم الصحف النهاردة بتتكلم في السعودية عن استئناف البطولة مرة أخرى والجولة الخامسة بعد توقف دام أكثر من أسبوعين بسبب ارتباطات المنتخب السعودي. ومعانا من تحديدا من جريدة الرياض السعودية جولة قمة الرياض تجمع الهلال والنصر على ذكرى الرباعية، كلاسيكو مثير بين الأهلي والشباب، والرائد وضمك يستضيفان أبها والعين. زي ما بنقول العميد في اختبار العنابي والقادسية يطمح للتعويض أمام الباطن. تستأنف اليوم مباريات الدوري السعودي زي ما بيطلق عليه كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد توقف دام 16 يوم بسبب ارتباط المنتخب السعودي بمباراتين وديتين أمام منتخب جامايكا في إطار الاستعدادات للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2020 وكأس أمم آسيا 2023. يمكن أهم المباريات بقى لتقام النهاردة زي ما ذكرت صحيفة الرياض أن تتجه أنظار الجماهير الرياضية السعودية اليوم إلى استاد الملك فهد الدولي لمتابعة لقاء الهلال والنصر، وتبدأ المباراة في الساعة 8:15 بتوقيت السعودية، 7:15 بتوقيت مصر. يمكن دي فرصة لكل عشاق الكرة المصرية النهاردة، يمكن ما فيش مباريات أو ارتباطات للأندية المصرية، فرصة أنهم يتابعوا الدوري السعودي واحد من أقوى الدوريات العربية. يمكن بقية المباريات الأسبوع الفيصلي مع الاتحاد هيبقى الساعة 6:15، الرائد وأبها الساعة 3:15، القادسية والباطن الساعة 5:30، ضمك والعين الساعة 3:30. وكمان في قمة تانية في الدوري السعودي أشارت لها الصحيفة وهي هتبقى في جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث يواجه الأهلي نظيره الشباب، وتبدأ المباراة في 6:45 بتوقيت السعودية. يمكن أكثر مباراة في الدوري السعودي أعتقد فرصة الناس تتفرج على مباراة خاصة في ظل توقف الدوري هنا في مصر، وكمان معظم الدوريات الأوروبية ما فيهاش مباريات كتيرة النهاردة، فيعني دي فرصة يشاهدوا أكثر مباراة النهاردة. نروح من أخبارنا العربية والأخبار العالمية، ويمكن زي ما بقول كان الشغل الشاغل المبارح كان واحد من أهم اللقاءات في الدوري الإنجليزي ليفربول وليستر سيتي. يمكن معظم الصحف الإنجليزية ركزت على هذه المباراة أنها تعتبر قمة الجولة 9 من الدوري الإنجليزي. المباراة زي ما تابعناها مبارح انتهت بفوز ليفربول بفوز عريض 3-0 أمام ليستر سيتي. يمكن أهم بقى الصحف اللي ناقشت الخبر مبارح كانت البداية من صحيفة الصن وعنوانها كان جوتا وفيرمينو يساعدان حامل اللقب المتأثر بالإصابات على تخطي الثعالب. الصحيفة أضافت أن ليفربول لم يتغلب فقط على الثعالب اللي هو اللقب الملقب به فريق ليستر سيتي، لكن كمان تغلب على الإصابات التي ضربت صفوف الفريق. يمكن أكثر من لاعب يغيب عن ليفربول في الفترة الأخيرة بسبب الإصابات، أبرزهم طبعا المصري الدولي محمد صلاح. أضافت كمان الصن أن هدف جوني إيفانس لاعب ليستر سيتي في مرماه وهدف جوتا ورأسية متأخرة من فيرمينيو كانت كافية لإسقاط الثعالب. واختتم الصحيفة بأن هذا الانتصار حقق به ليفربول رقما قياسيا، حيث تخطى ليفربول 64 مباراة بدون هزيمة على ملعبه الأنفيلد في إنجلترا،
وهو رقم كما وصفته الصحيفة بالمذهل. نروح من الصن للديلي ميل في انجلترا، وكمان بتتكلم عن مباراة ليستر سيتي وليفربول. ليفربول 3 ليستر سيتي 0. عاد رجال يورجن كلوب الى افضل مستوياتهم على الرغم من ازمة الاصابات، حيث تخطى الابطال الثعالب بثلاثية في انفيلد ليتقدموا الى المركز الثاني خلف توتنهام. وزي ما بنقول كان ابطال اللقاء روبرتو فيرمينيو، وكمان كان دييجو جوتا امبارح يعني كان نجم المباراه زي ما بنقول. الصحيفه اضافت ان الفوز على ليستر سيتي بثلاثه اهداف مقابل لا شيء جعل ليفربول يصل للمباراه 63 بدون هزيمه على ارضه. كذلك كتبت الديلي ميل تقدم فريق الريس بطريقه كوميديه عن طريق جوني ايفانس لاعب ليستر سيتي في مرماه، وقبل أن يسجل دييجو جوتا للمباراة الرابعة على التوالي، وليضاعف تقدم ليفربول بعد أن وكمان بعد أن اصطدمت كرته بالعرضة مرتين استطاع روبرتو فيرمينيو أن يسجل هدف أخيرا في يمكن الدقيقة 86. يمكن كان سوء حظ كبير بيقابل روبرتو فيرمينيو امبارح في المباراة، أكثر من كرة يضعها سواء في القائم أو العارضة، لكن في نهاية المباراة أحرز هدف من رأسها رائعة من ضربة ركنية في الدقيقة 86. يمكن كمان اختتمت الصحيفة محمد أنا وكريم هنشكرك جدا 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 عشان بس الوقت بجد يعني تغطية أكثر من رائعة عليك. زميلنا العزيز محمد توفيق نشكرك، وزميلتنا العزيزة سالة حامد شكرا ليكم جدا على التغطية الرائعة دي. احنا لازم نطلع فاصل عشان كده بس اضطرينا نسربع شوية الأمور بعد إذن حضراتكم، وطبعا بعد إذن زميلنا العزيز هنطلع فاصل سريع ثم عودة مرة تانية عشان نكمل مع حضراتكم سلسلة أخبارنا وموضوعاتنا. تفضل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، رجعنا لكم مره تانية عشان نكمل معاكم سلسله اخبارنا، والخبر اللي جاي ليه علاقه بطفل لم يتعدى ال11 سنه بالتمام والكمال. فاز الطفل ديلان تان اللي عمره 11 سنه بسباق المرحله الثانيه من بطوله اي ريسنج العالميه لسباقات السيارات على العاب الفيديو، وطبعا سيكون سباق المرحله الثالثه من هذه البطوله اللطيفه في ديسمبر المقبل ان شاء الله. تعالوا نشوف سوا. بصوا انا ما كنتش متوقعه ان حد اكبر في السن يفوز بحاجه زي كده، انه اصلا الاطفال هم اللي بيكسبوا، هم يعني هم اللي عندهم ادكشن للحريفه ده، في حريفه. طبعا لا احنا ما كناش كده قوي يعني. يعني فاكر انا فاكره الاتاري اللي هي كانت، مش فاكره كان اسمها ايه، اللي كانت السحابه نقعد وحاجات كده وطياره يعني، وفي كان بطه، لعبه بطه كده تحاول تقتلها، ولا انت مش معانا في الحاجات دي؟ كنت بتقتلي البطه يا رواد. ايوه والله دي كانت مشهوره، ده انا نفسي الاقيها واروح اشتريها دلوقتي. انا ما بحبش البلاي ستيشن والحاجات دي. انا بصي يعني ما اعرفش يعني، حاسس طبعا بالمقارنه بالاجيال الحاليه احنا كنا غلابه جدا في العابنا وفي الفرص المتاحه لينا للترفيه. يعني ده في بقى الاجيال اللي قبل البطه اللي كنتوا بتقتلوها في مرحله بقى رياضه البلي الشهيره وصيادين السمك. أيوة البنات كانوا بيلعبوا حاجات. بص انا بقى من وجهه نظري مع احترامي يعني، جيل اخر الثمانينات او التسعينات دول احسن جيل قبل بقى الطفره الالكترونيه ما تحصل. احنا انبسطنا، احنا كنا بنلعب اولى وفي نفس الوقت دخل علينا شويه، فاكر الواكمان مش عارف. لا احنا عشنا برضه. طبعا لا احنا انبسطنا طبعا، والله كنا غلابه قوي. كنا غلابه مقارنه، قارن نفسك باولادك. انا بقارن نفسي باولاد اختي. لا احنا
غلابه طبعا. صحيح. نروح بقى بعد كده، وافق فان فليت لاعب كره السله على عقد هنا مدته 4 سنوات بقيمه 85 مليون دولار للبقاء مع تورونتو، ولكن بيتبقى بقى الاعلان الرسمي عن تفاصيل العقد. خلينا نروح كده نشوف مع حضراتكم دلوقتي اللقطات دي. طبعا هو لاعب شهير جدا ومش اول خبر نجيبه يعني عليه، وزي ما احنا عارفين هي كره السله يعني من الرياضات العظيمه جدا او المنتشره جدا في الولايات المتحده. طيب نروح بقى مع حضراتكم الى عالم التنس، حيث حقق اللاعب دانيال ميدفيديف فوز مثير جدا على رافائيل نادال في نهائيات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في مباراه قويه وممتعه، وفي نفس الوقت نقدر نقول ان ما كانتش سهله بالمره. تعالوا نشوف جزء منها. التنس بقى، وواصل هنا النجم النمساوي دومينيك ثيم المصنف الثالث عالميا عروضه الرائعه في البطوله الختاميه ده للاساتذه في لندن بتاهله للنهائي للمره الثانيه على التوالي. ده فاز بقى على السربي نوفاك ديكوفيتش المصنف الاول عالميا بعد مباراه قويه استمرت ساعتين و54 دقيقه. خلينا نروح نتابع. الرياضه دايما ان مفيش حد يعني بيكسب على طول، وفي نفس الوقت السسبنس لما تلاقي المصنف الاول عالميا المصنف الثالث وبعدين يفوز المصنف الثالث المصنف الاول. يعني نوفاك ديكوفيتش ده من الرياضيين اللي بيلعبوا تنس الاسم كبير قوي في عالم التنس، هو كمان مش كبير بالمناسبه ومواليد 87، اول بدايه احتراف ليه كانت 2003 وزي ما بقول لحضراتكم مصنف الاول، فحلو ان بيبقى فيه فوز برده. يعني انا بحب الحاجات الغير متوقعه، الماتشات دي بالنسبه لي بتبقى حلوه. رياضه شيقة
مليخه جدا وفيري اليجنت، في شياكه كده وفي رقي فيها ودايما كل زمن ليه ايقوناته في الرياضه دي بصفه خاصه الحقيقه. طيب تعالوا بقى نروح لخبر تاني بعيد كل البعد عن الروح الرياضيه، احنا دايما بنشجع على وجود الروح الرياضيه في كل الملاعب في كل الرياضات. الخبر اللي جاي ما خصوش باللي احنا بنتكلم فيه ده الحقيقه. انتهت مباراه لكره القدم داخل احدى الصالات في البرازيل بمشاجره ضخمه بين حارس مرمى وحكم المباراه. اللي حصل كالاتي، ان حارس المرمى طلب بعض التوضيحات من الحكم، الموضوع قلب برطمه اصبحت متبادله، ثم انتهى الامر باللي حضراتكم شايفينه ده. وطبعا دي صوره يعني تعيسه جدا جدا، ما نتمناش ان احنا نشوفها في اي ملاعب في اي رياضه، لان هي بتضرب في مقتل فكره ان الرياضه بتهذب النفوس. الحقيقه صوره مرفوضه تماما. هي انت عارف فكره هنا ان انت تحاول تسيطر على غضبك. أيوة يعني طبعا. السيطره على الغضب او الانجر مانجمنت ده في ناس بتاخد فيها كورسات. صحيح. لان في الاول وفي الاخر كل بني ادم يعني اكيد طباعه مختلفه وسلوكه مختلف، بس بالذات الرياضيين احنا ليه بنقول المشاهد دي؟ ممكن لو مشهد ده على فكره في الشارع مش هيدهشنا طبعا، هو مشهد تعيس زي ما انت قلت، بس مش هيدهشنا زي ما يبقى ملعب مشهد في ملعب يعني، وكمان من قبل رياضيين، لان المفروض الرياضي ده بيكون بيعرف ازاي يسيطر جدا على اعصابه. فده بتبقى راجعه بقى للتدريبات اللي هم بياخدوها والنظام اللي هم عايشين عليه وغيره، بيبقى شويه افضل من البني ادم العادي. فطبعا مشهد تعيس ما نتمناش ان احنا نشوفه، بس احنا يمكن عرضنا برده من خلال 10 صبح في الاهلي مشاجرات حصلت زي كده في كذا رياضه مختلفه وفي دول مختلفه، فواضح ان 2020 لها تاثير برده مختلف. السنة مختلفة. طيب نروح مع حضراتكم بعد كده. تأهل الدراج ميغال أوليفيرا في المركز الأول لسباق جائزة البرتغال الكبرى، الجولة الختامية كمان من بطولة العالم للدراجات النهائية النارية عفوا، ده كان بعد منافسة بقى قوية ومثيرة. خلينا نتابع. بدأت النمسا بطولة كأس العالم للقفز على الجليد المقامة في بولندا بشكل أكثر من رائع بعد فوزها بمسابقة الرجال. تمكن دانيال هوبر من تحقيق 131 متر ومايكل هيبوك 128 متر ونص لتتقدم النمسا بعد الجولة الأولى، فيما بلغت قفزة هيبوك 131 متر ونص في الدور الثاني، وطبعا دي وضعت النمسا في مركز الصدارة. وتمكن زميله هوبر من تحقيق قفزة قدرها 135 متر قبل أن يحسم ستيفن كرافت فوز النمسا بهذه البطولة وهي بطولة العالم للقفز على الجليد. تعالوا نتابع.
الرياضه دي جدا على فكره. لا ولحظه التيك اوف ايه ده؟ الطيران فكره ان انت طايره كده في منتهى الحريه، يا نهار ابيض. والله رياضه جميله يعني ممكن. طيب احنا نطلع فاصل ولا نشوف تقرير؟ نطلع فاصل بس قبلها الفتنس. كنت عندي تعليق على الجو، ممكن اقول حاجه؟ والله العظيم الجو مش بيتغير في دقيقه، يعني احنا قبل ما نشوف التقرير ده الجو ورانا. انا كنت عايزه اقول لحضراتكم ان غالبا شكلها هتمطر، دلوقتي الشمس طلعت يا بصي في دقيقه. ايوه ده الخريف، ما دي يعني خصائص. يعني حضرت ان انا هقول للمشاهدين خلوا بالكم الدنيا هتمطر دلوقتي بعد التقرير على طول الشمس طلعت. لا كده اطلعوا بالمايوهات، خليتهم جيب مختلفه. بقى طب احنا هنروح نشوف تمارين جديده مع كابتن محمود فوكس، هو نائب مدير الجيم بالنادي الاهلي بالجزيره، وبعد كده هنرجع، هنروح فاصل ونرجع مع حضراتكم اولى فقراتنا الحواريه. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على جميع اهل العظام، صباح الخير على جميع اعضاء نادي الاهلي بجميع فروعه. النهارده يا جماعه بنتكلم على كلاس بتاعي البادي بامب، وبنتكلم على مفاهيم مغلوطه ان الناس واخده ان كلاس الايروبكس عموما بيخسس بس. لا، احنا ممكن كمان نستخدمه للناس اللي عندها جسم نحيف وعايزه تهدف الى الضخامه العضليه وزياده الوزن، وده اللي هنشوفه النهارده في الكلاس بتاعي اللي هو اسمه بادي بامب. حاول نشتغل مجموعات معينه، حاول نشتغل بالتكنيكال زي ما انا شغال بالظبط، حاولوا تابعونا وتستفيدوا ان شاء الله مع بعض. نبدا اول حاجه طبعا قبل ما نشتغل الكلاس بتاعي نبدا نسخن بحركات بسيطه للمفاصل والعضلات زي ما احنا هنشوف كده مع بعض. اتفضلوا معانا. اول حاجه هنعمل جامب خفيف، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، بعد كده هستخدم الستاند بتاعي واعمل فيه حركات بسيطه برضه للمفصل الركبه سواء السمانه او الهامسترنج او الكوادريسبس كالاتي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده اعمل حركات اماميه وخلفيه برجلي، 1 2 3 4 5 6. كل ده انا بستهدف الجزء السفلي في التسخين، 9 10. ابدا ادخل الجزء العلوي، 1 2 3 4 5 6 7 8. العكس، 1 2. تسخين مفصل الكتف مهم جدا ومحوري في اي تمرين انا ممكن اعمله في الجيم او اي كلاس. اوكي، بعد كده ابدا استخدم الويتس بتاعي. طبعا في جمل معينه تمارين مركبه دي مهمه جدا بنعملها في كلاس البادي بامب، اللي احنا بنبدا نشغل نستهدف عضلتين او اكثر في تمرينه واحده، وهنشوف طبيعه التمرين هتبقى عامله ازاي. اول تمرين هنشتغل شولدر بريس مع سكوات كالاتي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، بعد كده استخدم مجموعه عضليه ثانيه زي الديد ليفت اللي هو اسفل الظهر مع البايسبس كالاتي، 1 لازم ظهري يا جماعه يبقى مفرود، 2 في تانية بسيطة في نفس الركبة، 3 4 ظهري أهم حاجة مفروض يا جماعة سبورت عشان القطنية، 5 6 7 8 9 10. أبدأ أشتغل بايسبس، 1 وقفتي ظهري مفروض، 2 لازم يبقى في تانية بسيطة في نفس الركبة زي ما أنا واقف بالظبط، شدد جسمي شدد صدري، 6 7 8 9 لازم كوعي يبقى قدام شوية، 10. اوكي، بعد كده اخد نفس، ابدا احط الدمبل قدامي شوية، اخد نفس كده اعمل فصل ما بين المجموعات العضلية المختلفة، احرك اخد نفس واحاول اطلع كل الاكسجين، ثاني اكسيد الكربون اطلعه من جسمي وادخل اكسجين جديد عشان ابدا اشتغل على مجموعة عضلية تانية. اخد نفس كده واقف، بعد كده اشتغل على مجموعة عضلية تانية وهي ايه؟ هستخدم الستيب اكنه ديسك في الجيم، احاول انام عليه كده، كالاتي احاول اثبت راسي انزل زاويه 90 بمفصل الكوع واطلع تاني، اطلع النفس يا جماعه وانا طالع، 1 2 3 4 5. التمرين ده يا جماعه بيستهدف عضله الشيست، 6 7
اهم حاجه انظم نفسي مع التمرين 9 10 هشتغل مع عضله الترايسبس كالاتي 1 2 ما افردش كوع قوي اخليه سوفت 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي بعد كده اقوم اعمل برضو تسخين لان انا لازم اشغل النظام الهوائي والنظام اللاهوائي في التمرين دوت هو ده الهدف من كلاس البادي بامب ابدا اشغل نفس خطوه بطيئه اخد نفسي اخرج ثاني اكسيد الكربون كله من جسمي تاني عشان اعمل ريفرش واحاول اخد كميه اكسجين مطلوبه للتمرين اللي بعده زي ما انا شغال كده بالظبط كده ابدا اشتغل الدمبل تاني في مجموعه عضليه تانيه وهي تمرين السمانه مع الترابيزيوس كالاتي 1 2 3 اطلع بمشط رجلي فوق 4 5 6 7 8 9 10 وانا واقف بالظبط افتح رجلي على مستوى جسمي مستوى كتفي واطلع فوق بالترابيس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي كده يبقى احنا عملنا ورم اب حسب الوزن المطلوب منك ورم اب لمعظم عضلات الجسم وهو ده اللي بيستهدفه الكلاس هو ده موضوعه وهي دي النتيجه بتاعته لها بنعمل شغل هوائي عن طريق التسخين وعن طريق الحركات بشكل عدد اكبر لان احنا ممكن نعمل 20 تكرار على العضله الواحده بس عشان وقت البرنامج فاحنا بنعمل سيمبل عشرات تمام دي نقطه النقطه الثانيه ان احنا بنستخدم ويتس فاحنا بنشتغل على الالياف العضليه الحمراء وبنشتغل على الالياف العضليه البيضاء احنا كده بنستهدف الضخامه العضليه عشان كده احنا بنحاول نصلح للناس مفهوم الكلاسات الايروبكس في النادي لا يا جماعه كلاس الايروبكس مش التخسيس بس بالعكس زي ما الشخصيه او الجسم السمين محتاج كلاسات الايروبكس زي برضه ما الجسم النحيف محتاج وبقوه كلاسات البادي بامب عشان يزيد ضخامه عضليه لان ببساطه الدم اللي رايح للعضلات لازم يكون محمل بالاكسجين لان غذاء العضلات اصلا اكسجين وميه طيب هيتغذى ازاي وانا اصلا ما بعملش شغل هوائي فهو دوت المطلوب او هو ده نتيجه الكلاس بتاعه هو ده فايدته فاحنا بنقعد طبعا الناس كلها تهتم بكلاس الايروبكس وبتدخلها في البرنامج التدريب بتاعها عشان خاطر تقدر تستفيد اخر حاجه هعملها معايا استريتشات للجسم كله انا لازم اعمل زي ما بدات ورم اب لازم اعمل استريتشنج للعضله عشان ما يحصلش اي كرامب ليها ابدا اشتغل كده اطلع رجلي قدام اليمين والشمال متنيه سنه واخد مشط رجلي عليا 1 2 3 4 5 6 7 8 تشينج طبعا وانا بعمل استريتش لازم اتنفس بطيء خالص عشان اعمل ريلاكس للعضله والريلاكس للرئتين وهي بتاخد النفس 4 5 6 7 8 اوكي احاول كده ببالانس وانا مش قادر اعمل بالانس امسك في اي حاجه ثابته 1 2 3 4 5 6 7 8 تشينج 1 2 3 4 5 6 7 8 اشد جسم كله فوق وده بيعمل اطاله لجميع عضلات الجسم 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكي احاول انزل برجلي كده سنه بسيطه اثني ركبتي ثانيه بسيطه وارجع بايدي لورا اعمل استريتش للشيست 1 2 3 4 5 6 7 8 ترايسبس 1 2 3 4 5 6 7 8 تشينج 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكي ايدي اليمين بايسبس 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 اخر ستريتش هعمله شولدر 1 2 3 4 5 6 7 8 تشينج 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكي
واخر معلومه هناخدها مع بعض النهارده في الكلاس بتاعنا، ان احنا ممكن نعمل 5 دقايق في اخر كلاس للبطن، لان موضوع البطن لازم مهم جدا، وان شاء الله في الحلقات الجايه هنعمل جلسات بطن ليكوا تقدر تستفيد منها، لو انت مش جاي النادي تقدر تعملها في البيت. شرفتونا، وان شاء الله في حلقات جايه جديده تقدروا تستفيدوا مننا، ومع الف سلامه. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. تقريبا ما بيعديش علينا اسبوع غير لما بنتكلم على الاقل عن نشاط واحد او فعاليه واحده او يعني احتفالية ما من تنظيم اللجان المختلفة داخل النادي الأهلي. هنتكلم عن هذه الأنشطة وعن هذه الفعاليات، وكمان هنتكلم بصفة خاصة عن لجنة الطفل. طبعا برضو بصفة خاصة الفترة الأخيرة شفنا مجموعة كبيرة من الأحداث والفعاليات كانت البطولة فيها لأطفال النادي الأهلي ولأبناء أعضاء النادي الأهلي. هنتكلم بالتفصيل عن هذا الأمر، وخصوصا أن احنا معانا السيدة الفاضلة الأستاذة نداء داوود، وهي رئيس لجنة الطفل بالنادي الأهلي. صباح الفل على حضرتك، منورانا. ميرسي، نور بيكم. صباح الخير، وده بيت حضرتك يعني، وفرق زي ما بنقعد نقول يعني شارع. وفي بداية بس أستاذة نداء هسألك، لأنك كنت في لجنة المرأة حسب ما أنا عارفة، فنعرف بقى الشفت ده حصل إزاي، ونتكلم أكتر كده بداية عن تأسيس لجنة الطفل. هو بداية أنا كنت يعني في البداية خالص أما حصل يعني الإعلان عن اللجان، فالحقيقة كان أنا بحب العمل التطوعي من البداية. أنا حتى وأنا في الكلية كان بالنسبة لي العمل التطوعي ده كان هدف. فبدات اول ما حصل الاعلان عن اللجان وكده قدمت، فكان السي في بتاعي الحمد لله كان كويس، عجب اللجنه الاشرافيه عليها، فكنت مقرر لجنه المراه. كان دايما من الهدف الرئيسي لمجلس الاداره ان هم كان يهتموا بالطفل والمراه والشباب، كان اهم حاجه عندهم. بعد سنه ما احنا عملنا شغل كويس جدا في لجنه المراه، فعملنا مجهودات كانت حلوه قوي، وكان شغل حلو قوي اول سنه. كابتن صراحه فكر ان هو يعني يبقى يفصل الطفل، بحيث ان الشغل كان كتير علينا، كان كتير جدا يعني، ان احنا كان لازم نختص بالطفل بقى بحاجه معينه والمراه بحاجه تانية خالص. فبدانا ان احنا يعني الكابتن بقى اشاد ان احنا لازم نعمل لجنه، فاخذنا مجموعه من الاعضاء الكرام اللي كانوا موجودين معانا في لجنه المراه، واخذنا مجموعه تانية من الاعضاء. كان بقى اول حاجه ان احنا ناخد اعضاء تحت السن، فكان اول لجنه تدخل فيها اعضاء تحت السن. تحت السن اللي هو كام؟ تحت ال 25 سنه. فكان معانا مجموعه من الشباب اللي تحت ال 25 سنه، طلبه كليه. الحقيقه ان احنا حبينا ان احنا ناخد الحاجات دي علشان عندهم افكار وعندهم مبتكرات جديده نقدر ان احنا ننمي بيها النشاط بتاعنا اللي موجود جوه النادي. وعندهم طاقه كمان بطبيعه الحال. وطاقه الحاجة. طاقه يعني مش عايز اقول لك يا كريم بقى، دي احلى حاجه في الحياه ان انت تشتغل مع الشباب. طبعا. بجد. طبعا. الحمد لله الاختيار بتاع اللجنه بقى ما كابتن اشاد بوجود اللجنه وكده وانشائها من 3 سنين، من يعني نعتبر من سنتين وشويه. فكان الحمد لله الاختيار من مجموعه من الاعضاء الكرام اللي كل واحد فيهم كان بيمتاز بحاجه معينه. خدنا لتحت السن، وخدنا فوق السن، خدنا الخبرات، خدنا الناس اللي كانت اصلا بتشتغل في عمل تطوعي، اللي شغلهم اساسا في منظمات عمل دوليه، الاساتذه الجامعه، المختصين بشغل الاطفال. الحقيقه كان مجموعه الاعضاء من اللجنه الحقيقه يعني كلهم مجموعه جميله جدا، متميزه جدا، وده اللي ظهر معانا الشغل اللي بعد كده. بس هو تسلسل الاحداث بيمشي ازاي؟ يعني النادي بيعلن عن وجود مثلا اماكن خاليه في لجان معينه، تمام، واللي حابب يتقدم بيتقدم. حضرتك لما تقدمتي سواء في البدايه للجنه المراه او بعد الشفت اللي حصل وانضميتي للجنه الطفل، بتتقدمي بس ولا بيكون معاكي كمان خطه معينه؟ طبعا طبعا. بلان بتعرضيها على القائمين؟ طبعا. هو اللي حصل ان احنا بعد الانتخابات كان من ضمن البرنامج عائله الاهلي ان هو يبقى فيه لجان معاونه لمجلس الاداره. فاحنا كنا طبعا متابعين، لان احنا كنا عايشين في فتره الانتخابات، ويمكن اقول انا اللي كنت عايشه، لان انا كنت من الناس اللي بتدخل النادي من 4:30 الفجر بتخرج الساعه 1 بالليل. ولادي رياضيين، وكان ابني الكبير بطل سباحه في النادي، فكنت بدخل بقى بفتح باب النادي واقفله الساعه 1 بالليل بالهاندبول الصغير. فيعني انا كنت عايشه احداث النادي كلها. فطبعا كان برنامج عائلات الاهلي ده من ضمن الحاجات اللي كانت موجوده ان هو يبقى فيه لجان معاونه. وطبعا احنا كنا عارفين بقى ان في لجنه شباب ولجنه مراه، ما كانش في لجنه طفل، ولجنه الرواد وذوي الاحتياجات الخاصه وكده. الحقيقه انا يعني انا كواحده من الناس كعضوه يعني، اما شفت الموضوع فكان كاتبين اعلان، نزل الاعلان ونزل التقديم في العلاقات العامه، وكان موجود في استماره. رحت وقدمت في العلاقات العامه واستماره، وانا ما اعرفش اي حد خالص. استماره ومعاها خطه، صح كده؟ ما انا هقول لحضرتك بقى. اما رحنا بقى قدمت الاستماره ما كانش معايا خطه ولا حاجه. احنا بقى في الانترفيو، رحنا الانترفيو كان في اهل الجزيره، قابلنا استاذ محمد يوسف كان هو رئيس اللجنه العليا، ودكتور عزه زيان كانت هي رئيس لجنه المراه وقتها، واستاذه ريهام طبار واستاذ محمد سمير اعضاء اللجنه العليا كلهم كانوا موجودين. والحقيقه اتعمل لنا انترفيو من المجموعه كلها.
كان هو الموضوع بقى انت هتقدمي ايه للنادي، انت الخبره بتاعتك السابقه ايه، انت ممكن يبقى مقترحاتك ايه، وكل الناس اللي كانوا موجودين كان هذا السؤال عليهم يعني اتسال كده. فتم اختيار بقى يعني انا طبعا قدمت وسكت خلاص، يعني انا كده كده بخدم النادي جوه النادي انا كده كده بفتح الباب وبقفله يعني مش مشكله خالص يعني. وانا من ضمن الناس اللي مشجعه جدا، كنت انا معروفه في الهاندبول ان انا كنت مشجعه قويه جدا في النادي. كمان شغف حضرتك ويعني وحبك للعمل التطوعي. طبعا لا انا كنا نروح بطولات اسكندريه او نروح في اي بطولات كنت انا المتسعمه المنطلقه يعني في الحاجات. لا لا اصل الاهلي بالنسبه لنا روح وحياه صح. بس فروحنا بقى بعد كده ما حصل انترفيو، فالحمد لله كان عندي سابقه احداث كويسه يعني من خلال شغلي من اول ما انا اتخرجت وانا بشتغل في العمل التطوعي من الاساس ومن الاهرام، من كنت في الاهرام اساسا من اول وانا في سنه رابعه في الكليه. بس فالحمد لله يعني بدا بقى من هنا الاحداث، ففوجئت ان انا لقيتهم بيكلموني انت تم اختيارك وتم اختيارك كمان كمقرره للجنه يعني. بس الحمد لله حلو جدا وبنتمنى لك اكيد التوفيق. ونعرف بقى من خلال الصور دي طبعا فعاليات مختلفه فبرضو حضرتك عرفينا بالظبط. لا دي كان احتفال مجمع ما بين لجنه المراه ولجنه الطفل. خلينا نقف بس عند الصور شويه يا جماعه، الاستاذه نداء بتتكلم عن ده اللي فاتت. ده كان احنا طبعا في تعاون كبير جدا بيننا وبين اللجان. احنا في الاساس زي ما حضرتك قلتي كده ان احنا كنا في الاساس لجنه المراه، فلجنه المراه احنا يعني جواها احنا مع بعض كلنا اصحاب يعني في لينك بالظبط، لينك جامد جدا مع بعض. فاحنا طبعا دول اصحابنا كلهم بتاع لجنه المراه، فكنا مع بعض في احتفاليه معينه. تمام. ده حدث من الاحداث اللي احنا كنا بنقدمها من ضمن الندوات وكده، بس ده حدث خارجي يعني مش جوه النادي. لا 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 يعني تطلعوا كمان بره حدود النادي في بعض الاحداث يعني؟ لا يعني احنا كل دي صور شخصيه بتاعتي انا. اوكي. ده كورس الرقابه الاداريه، انا خدت الكورس ده. حلو قوي. انا مش راضيه اتكلم يعني. لا لا وده برده كان حقيقه ده كان ملتقى كان خارج النادي، بس كان من جوه النادي مجموعه كبيره من الناس اللي جم اتكرموا والمحافظ كرمهم. كان رئيس لجنه الشباب كان متكرم، استاذه سهى ابراهيم كانت متكرمه. كان في احد يعني مجموعه من الناس التقوا معانا في الملتقى الدولي للشباب المبدع، وكان فيها احد المحافظ كرمهم وقتها يعني نتيجه رياده الاعمال والشباب وشغلهم وكده. ده برضو من ضمن الملتقى برضو. اوكي. ده كان اليوم اللي هو اليوم الترفيهي اللي احنا عملناه في مدينه نصر. الحقيقه لقى اعجاب كبير جدا جدا جدا، كان قبل الجمعه اللي قبل الدراسه. كان عملنا لهم يوم ترفيهي بعد الكورونا بقى وكده، فكان الناس شغوفة بالموضوع. احنا ده احنا عرضنا في البرنامج على فكرة لقطات من الاحتفالية دي واحتفالية تانية كانت معمولة في فرع الجزيرة، وكان واضح انه فعلا يعني يوم لطيف جدا وكل الناس كانت في قمة السعادة. لا الناس كانت مبسوطة جدا جدا. واحلى حاجة كريمة انا اقول لحضرتك على حاجة بقى فيها، ان احلى حاجة وانت بتشتغل مع الطفل ان انت بيستجيب معاك رد الفعل نفسه، بتلاقيه قدامك وهو مبسوط ومامته وباباه مبسوطين. فانت بتلاقي نتيجه تعبك ومجهودك ما راحش يعني. لا خالص طبعا. وتلاقي بقى الناس باعتين لك على الخاص. ده كانت ندوه عن الطرق الامنه للاولاد على اساس قبل الدراسه وازاي ان احنا نعلم اولادنا. دي كانت عباره عن مسابقه، كانوا عاملين بلان كده على الارض ان هم بيعرفوا الناس ازاي يعدوا بطريقه امنه، وكانوا بيلبسوهم نظاره. النظاره دي بتحسس الواحد ان هو واخد اوفر دوز او شارب حاجه، وازاي وهو ماشي على الطريق ده وبيخلوه يمشي على التراك، وهو ماشي على الطريق ازاي بيحصل عنده حاله خلل وعدم توازن، وايه اللي بيحصل له في العربيه وهو ماشي كده. جربوها مع الكبار والصغار. اوكي. فعملناها مرتين. عملناها حاجات مفيده جدا جدا. ما انا هقول لك دلوقتي حاجه، احنا دايما في اختيارنا في الانشطه بتاعتنا بتاعت اللجنه ان احنا بنختار اللي فعلا الطفل يستفيد بيه ويطلع معاه بنتيجه. دايما اللي احنا نطلع منه حاجه مش موجوده او مش متوفره بالنسبه له او معلومه مبهمه. هي دي افكار حضراتكم استاذ يعني. انا قلت لحضرتك ان احنا معانا الحمد لله مجموعه من الناس اللي نقول عليهم ان هم كلهم مبتكرين في مجالهم. فبنقدر نستفيد منهم. يعني لو جينا حكينا مثلا ايام الكورونا، احنا معانا دكتوره جامعه استاذه فنون جميله. الحقيقه كانت هي من المبادره اللي احنا عملناها في ايام الكورونا، احنا اشتركنا فيها اللي هي عايزين نخرج من الازمه بمليون حاجه ليها لازمه. عملنا حاجه اسمها رسمه جميله، مصر في عيون اولادنا. ابتكرنا فيها بقى ايه يعني نهله دكتوره نهله دي استاذه في فنون جميله. الحقيقه هي اللي ابدعت بقى معانا ان احنا اشترك معانا اكتر من 270 طفل من النادي وابعتوا لنا رسوماتهم كلهم،
والحقيقه احنا طبعا اخترنا مجموعه من الاولاد على مراحل سنيه معينه، بس الحقيقه كلهم هيتكرموا وتكرموا فعليا، والحقيقه كل الناس كانت مبسوطه جدا والاهالي كانت مبسوطه ان احنا كنا بنحاول نشغل وقت الولاد ايام الكورونا. وكمان من خلال النشاطات دي والفعاليات اللي من النوع ده ممكن جدا تكتشفوا اطفال واعدين وموهوبين، وممكن جدا لما يكبروا يعني احنا بقينا مستغربين ان احنا كنا بنشوف رسومات لاطفال صغيرين جميله جدا ومتميزه. بعديها كمان بعد مليون بعد المبادره دي اللي هي بتاعه الرسم، عملنا حاجه اسمها الاهلي كيدز جود تالنت. الاهلي كيدز جود تالنت احنا بصراحه الموضوع كان حلو قوي، بقينا بقى نتفرج يبعتوا لنا على الميل. مش تعزموني على حاجات؟ اه والله الحاجات كانت جميله. ده في رياضه ولا في فن؟ لا احنا بقى نوعنا كل اللي جالنا بقى. كل حاجه جالنا بقى، اغاني واللي يقف على الكوره واللي يعني الرسم طبعا احنا شلناها علشان دي كانت موجوده معانا قبل كده، اللي يغني واللي يمثل واللي الولاد بقى كنا بنستمتع جدا واحنا بنتفرج على الفيديو. اما تلاقي بقى اللي لابس الجلابيه وعامل مسحراتي وعامل الطبله، هم ابدعوا يعني الطفل ابدع من جواه. اي نعم في ناس ما كسبتش، بس احنا انبسطنا بيهم وهم كمان انبسطوا ان هم شاركوا في حاجه زي كده قاعدين في البيت. انتمائهم للنادي وحبهم ليه على فكره. فعلا هو ده اللي حصل. بعد كده جينا بقى بالمبادره الثالثه اللي عملناها في يعني احنا ايام الكورونا احنا عملنا ثلاث مبادرات. كانت رسمه جميله في عيون اولادنا، وبعد كده عملنا الاهلي كيدز كوت تالنت، وبعد كده عملنا مسابقه القران الكريم. شجعنا اولادنا طول شهر رمضان ان احنا نشتغل معاهم على القران الكريم. عملنا قسمناها على اساس ان احنا ما نعملش حمل على الولاد ولا على ولي الامر. قسمناها الاجزاء، اللي حافظ القران كله، اللي حافظ نصه، اللي حافظ ثلاث اجزاء، لحد ما وصلنا اللي حافظ يعني حزب صغير حوالي خمس ست صور. طب بالنسبه للمبادرات التوعويه، يعني مثلا ازاي انا من وهو نشء صغير كده افهمه ان مثلا الاختلاف سنه الحياه عن طريق فكره ان هو لا للتنمر، الحاجات اللي احنا بنشوفها أول حاجة في المدارس حاجة. يعني كانت اول مبادره لينا عملناها، اول ايفنت لينا عملناه. احنا الحقيقه نزل القرار لينا في شهر 11 في اخر 11 2018. فالحقيقه عملنا ايفنت كان كبير جدا، كان هو عباره عن ليله التنمر. كنا بالاتفاق مع الاتحاد الاوروبي واليونيسف ووزاره التربيه والتعليم والاتحاد العام للدراجات، وعملنا الايفنت ده كان قوي جدا، وحضر فيه وزير الشباب والرياضه، وحضر فيه مجموعه من اعضاء مجلس الاداره الكرام، كان من ضمنهم سياده الوزير العمري فاروق. وكان عندنا ده عباره عن ماراثون عجل في البدايه، كنت بصحيهم 6 الصبح كلهم. وكان عندنا مجموعه من الاعضاء من الثلاث فروع، وعملناه في الجزيره، وعملنا وزير الشباب والرياضه اقتاد الماراثون، وكان معاه سياده الوزير عمرو فاروق ومجموعه من الاعضاء، وجبنا دراجات. بس تقريبا ما فيش حاجه ما عملتوهاش من يعني الحمد لله. انا عايز استاذن حضرتك ان احنا هنطلع فاصل سريع فضل. ونرجع عشان نعرف يعني كل اللي انتوا عملتوه ده، هل يوجد المزيد في جعبه هذه اللجنه؟ اكيد نطلع فاصل ونرجع ونعرف بقى تفاصيل الاكيد دي. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كل حضراتكم. اتفضل. بنرحب بحضراتكم وبدكتور نداء مره تانية، وكنا بنسال حضرتك وجاوبتينا جزء بس من يعني الاجابه الكليه، وهو فكره هنا هل في اي مبادرات توعويه خاصه باللجنه خاصه بالطفل في فكره هنا تحديدا، يعني ان هي التنمر وازاي يبقى في يعني وعي للطفل او النشو من هو صغير ان ما ينفعش يتنمر على اي طفل اخر مختلف عنه. فحضرتك قلت لنا الجزء الاولاني ان كان في ماراثون، ايه تاني بقى؟ الحقيقه اليوم كان متقسم لثلاث حاجات. كان اول حاجه عندنا الماراثون، كان عباره عن ان احنا بس بنشجع الرياضه وبنفوق الناس ونقول لهم احنا معاكم، وان احنا كل الناس بتعرف تعمل حاجه يلا بينا نجري او يلا بينا نركب العجل. ده كان اول جزء. الجزء الثاني كان معانا المجلس القومي للطفوله، وكان معانا اليونيسف، كانوا عاملين ندوه توعيه كبيره بفيلم ريبورتاج صغير كده عرضوه للاعضاء وللاطفال. وكان معانا وقتها الاكاديميه بتاعه الكوره، كان كابتن خالد بيبو جاب لنا الولاد وقتها، وجاب لنا وجالنا كمان فرق الرياضيه بتاعه الهاندبول والباسكت وكده، وكان الاعضاء بتوع الرياضه نفسهم. بدانا نتناقش في وقتها في الندوه دي عن التنمر، وتنمر المدرب، وتنمر الولد مع الولد زميله في الملعب، وتنمر اولياء الامور. بدانا نتكلم وقتها عن ايه هو التنمر وصوره واثاره والنتيجه بتاعته. بعد كده خدنا الاطفال كلها ورحنا بيهم على الساحه واسعه كبيره، وجبنا لهم ورق رسموا صوره التنمر في دماغهم. جميل. وازاي هم متخيلين التنمر ده بينهم وبين الناس اللي حواليهم. وعملنا لهم زي معرض كده على حيط النادي،
كبيره فضلوا يتفرجوا عليهم، كل ولد رسم الرسمه كتب اسمه تحتيها وتصوروا وقتها، وكان يوم حلو جدا. لا انشطه فعلا مفيده جدا، احنا برضو بتخلي يعني كمان تخلي نفسيه الطفل نفسيه جدا سويه جدا، ويعرف يتعامل مع المختلفين في المجتمع بعد كده لما يكبر. انا برضو عايز اسال حضرتك او ارجع للسؤال اللي كنت ختمت بيه اللينك اللي فات، انتوا تقريبا عملتوا كل اشكال الفعاليات الممكنه، هل هناك المزيد في جعبه لجنه الطفل؟ هقول لك حاجه تانية يا كريم، هو احنا الفتره الاخيره كان في مشكله بتقابل الاعضاء ومشكله بتقابل حاجه معينه جوه النادي. الاعضاء عندنا طبعا احنا الاعضاء ما شاء الله احنا نادي كبير جدا ونادي كبير باعضائه والاولاد كتير جدا، ففي مجموعه من الاعضاء بيدخلوا العاب رياضيه وبيخرجوا يقعدوا ما بيكملوش فيها، اما ان هم مش عارفين يتوافقوا نفسيا، اما ان هو المنافسه قويه جدا لان احنا اعضاء كتير، او ان الولاد نفسهم هم صغيرين ما بيعرفوش يختاروا اللعبه التمام. فكان فيه علاقه بيننا وبين مدرب العاب قوى، قعدنا نتكلم معاه، هو عنده نفس المشكله ان هو نفسه ولاد النادي هم اللي ينتموا للعبه دي، وان اللعبه دي تبقى يعني مليون في الميه للنادي ونخرج بيها لان هي لعبه عالميه ولعبه كويسه جدا. الحقيقه اتناقشنا مع اعضاء اللجنه كلهم الكرام، وكان من ضمنهم عندنا بطله العاب قوى ودكتوره دلوقتي بتحضر الدكتوراه في العاب القوى عضو عندنا اسمها ريهام، هي في التربيه الرياضيه وكانت هي اكتر حد مشجع معانا، وعندنا المقرره بتاعت اللجنه الاستاذه رشا عباس مع بقيه الاعضاء بتوع اللجان الكرام. الحقيقه كان الفكره عجبتهم جدا وقعدنا واتناقشنا كلنا فيها وحطينا بلان. كان الكلام ده قبل الكورونا وقفتنا وقفت العالم وقفتنا الحقيقة يعني. بعد ما رجعنا فكرنا ان احنا نعيد النشاط من اول جديد، عملنا اليوم تعريفي بألعاب القوة. بالمناسبة هل الكورونا نفسها كموضوع هل طرحتوه بشكل من الاشكال مع الاطفال للتوعيه وبرضه عشان يكتبوا في المدارس؟ طبعا من ضمن الانشطه بتاعتنا اللي احنا عملناها. بس فانا عايزه بس اكمل حضرتك على النشاط بتاع العاب القوه اللي كان اخر نشاط بالنسبه لنا وكان الحقيقه لا صدى كبير جدا، وكملنا عليه بعد كده ان احنا عملنا اليوم اللي هو من حوالي 15 يوم، عملنا اليوم تعريفي بالعاب القوه. الحقيقه انا كان نفسي تشوفوه فعلا، هو الموضوع كان حلو جدا، الولاد كانوا مبسوطين، الاهالي ما كانتش مصدقه نفسها ان في حاجه زي كده موجوده جوه النادي. ان احنا نعرف جالنا الاتحاد العاب القوه نفسه وجاب لنا شنطه الالعاب اللي هم بيها الولاد قدروا يعرفوا يعني ايه هي العاب قوه. لعبوا بيها وبداوا يتعرفوا عليها وبداوا يتعرفوا على المدربين لحد ما الحمد لله وصلنا ان في اكاديميه هتتفتح في النادي باسم العاب القوه، ودي كانت اكتر نتيجه احنا كنا مبسوطين بيها والاهالي مبسوطه بيها جدا، واحنا متابعين معاهم اصلا الموضوع ده. جميل. طيب في بروتوكول حسب معلوماتي يعني من اليونيسف او بين اليونيسف والنادي الاهلي خاص بالطفل، فيمكن من المبادرات اللي حضرتك ذكرتيها اللي هي بتاعه التنمر، في مبادرات تانية بالتنسيق مع اليونيسف؟ في اليونيسف حاليا لا ما فيش بيننا وبينهم حاجه دلوقتي، يعني على اساس ان احنا كنا وقفنا ايام الكورونا. بس احنا بنحاول ان احنا بنفتح مجالنا مع اكتر من مكان او اكتر من مجال، مش بنقف على مؤسسه واحده او منظمه واحده. احنا بيننا وبين شباب الرياضه بنعمل شغل، والفتره اللي جايه هيبقى موجود في بيننا وبينهم شغل كبير. عندنا كمان من ضمن المبادرات او التعريفات اللي انا بكمل عليها وان احنا بندخلها جوه النادي للاعضاء اللي هم محتاجينها، مبادره تعريف الكشافه. كشافه ومرشدات، لان دي حاجه مش موجوده عندنا في النادي وفي ناس كتير طلبوها مننا، فاحنا مع وزاره التربيه والتعليم ان شاء الله الفتره الجايه هنعمل مهرجان تعريفي بلعبه الكشافه والمرشدات. طب اصحاب الهمم من الاطفال بقى. احنا برضو من ضمن الخطط انتوا تلحقونا بقى ان احنا نعرف الحاجات الجديده معاكم اللجنه بقى. احنا الفتره اللي جايه ان شاء الله هيبقى بيننا وبين احنا يعني طول عمرنا احنا بنتعامل مع اللجان وبيننا تناسق وتناغم رهيب بصراحه كلهم، يعني من اول الرواد والشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة. الفترة اللي جاية إن شاء الله بيننا وبين ذوي الاحتياجات الخاصة هنعمل إيفنت كبير اسمه الدمج، هندمج بين أطفال العاديين والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، علشان إن شاء الله هنعمل كده نشاط مع مركز الاستكشافي للطفل للإبداعي، هم بيعملوا تجارب إبداعية وعلمية للطفل العادي. الفترة دي بدأوا إن هم يعملوا للطفل ذوي الاحتياجات الخاصة، فقلنا هنعمل يوم دمج للاثنين مع حفل كده إن شاء الله. جميل ومحترم جدا. أنا بس عايز أستأذن حضرتك في سؤال يعني إيه هو شخصي إلى حد كبير. اتفضل حضرتك. حضرتك عندك ابن ما شاء الله عليه، ربنا يفرحك بيه وتشوفيه أحلى عريس في الدنيا. ربنا يخليك. هو من أبطال السباحة في النادي الأهلي. بتشوفيه يا فندم في وسط اللي حضرتك كده فعلا بتلحقي تروحي معاه تمرين؟ طبعا.
طبعا. والله برافو ان انت ما بين الشغل واللجنه. لا طبعا بحضر الفجر وبعدين اروح شغلي ونرجع بعد الظهر. دكتوره نداء بتقول ان هي من 4 الصبح من 4 الفجر لحد 1 بالليل يعني فاكيد. وعندي تاني يوسف كان هاندبول كمان ما شاء الله وحاول بقى السباحه دلوقتي وكنا بنسهر بقى الهاندبول احنا كنا بنمشي بنقفل النادي واحنا ماشيين. هو السؤال مش كده مش بتشوفي ابنك حضرتك بتشوفي جوزك ده السؤال ده الصياغه غالبا بتشبع عليه لو شفتيه بتوين بقى الصياغه الصح ان بتوين بقى يعني. لا طبعا بنشوف بعض طبعا اكيد بس احنا عشان الحمد لله كان عندنا هدف اساسي في حياتنا ان احنا نخرج اولادنا رياضيين وعندهم هدف ونحميهم من حاجات كتير. ويمكن هقول لك حاجه كريم يمكن اكتر حاجه مشجعاني ان انا امشي في اللجنه بالشكل ده وجودي انا كأم في العاب كتير في النادي وجودي جوه النادي مع حاجات كتير حاسه بالام وحاسه بالولد وحاسه بالحاجات لمسه الاحتياج ده فده قريب مني قوي. طيب الناس اللي مش عندها او مش هنقول مش الناس الاطفال مش اللي عند اصحاب الهمم هم اللي عندهم مشاكل زي نفسيه بمعنى زي متلازمه داون اللي هي التوحد دول موجودين فدول ليهم برضو يعني عملنا نشاطات. عملنا 3 ندوات عن التربيه الايجابيه دول اكتر فئه من الاطفال محتاجين على فكره الدعم. هو هقول لك حاجه نهاوند هو انا علشان اتناقش في حاجه زي كده ما بتناقش مع الطفل نفسه تمام انا بتناقش مع الام والاب اللي يقدروا من خلال المعلومه اللي توصل لهم ان هم ما يوصلوش ولادهم للتوحد او يوصلوا ولادهم لمشكله الملازمه داون كده والحاجات دي تمام. فانا بعمل ايه احنا عملنا 3 ندوات عن التربيه الايجابيه الحقيقه كانت حلوه جدا وجبنا فيها متخصصين واتكلمنا فيها وكان من اهم المشاكل بتاعه التربيه الايجابيه وعدم وجود التربيه الايجابيه نتيجه التوحد فكان ده من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها والناس استجابت معانا فيها الحقيقه جدا وحبينا ان احنا نوصل معلومه يا جماعه ان احنا لو ما عندناش تربيه ايجابيه هيبقى عندنا طفل توحد يا جماعه لازم نراعي في التربيه بتاعتنا اسلوب التربيه وشكل التربيه وعلاقتنا بالولاد والحاجات دي فده برده هدف من اهدافنا اللي احنا لازم نعرفها ليه حضرتك يعني زي ما انا مثلا اجيب مشروع جديد وابتدي اخد الروت تمام ده. بس عندي ناس فوق لسه ملوثين ولسه الافكار يعني للاسف يعني ما اتصححتش فكانك بتزرعي بس الحصاد اللي فوق اوريدي هياثر على الزرع فكانك ما عملتيش احنا حاجة بنحاول الحقيقه بنحاول كويسة. احنا بنحاول جاهدين ان احنا نوصل للحاجه دي بس هي في حاجات طبعا بتعوقنا اما بقى ان احنا مثلا زي الكورونا جت وقفتنا مده كبيره جدا اما ان احنا مثلا الوقت بتاع يعني النادي وقت الناس احنا على قد ما برضه احنا ما بنقدر نشتغل السكادول بتاعنا مخنوق شويه جوه النادي لان في اكتيفيتي كتير وعندنا مجموعه من اللجان الحقيقه النشيطه اللي كل شويه بتقوم فاحنا لازم ندي فرصه لغيرنا يعني اكيد كل اللجان بنفس نشاط اللجنه اللي حضرتك مسؤول عنها يبقى احنا كده مطمنين على النادي الاهلي اكيد والله انتوا بتعملوا حاجات والله. محترمه جدا وحاجات مفيده جدا بنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله استاذ نداء ونورتينا كل اعضاء النادي الاهلي وسعيده بكل النادي الاهلي يعني جمهور واعضاء جوه النادي وسعيده بيكم جدا النهارده يا رب يخلينا وتشجعكم للجنه وان شاء الله يبقى اللقاء الجاي بقى هيبقى عندنا حاجات اكتر كتير قوي قوي باذن الله ان شاء الله نورتينا يا فندم واحنا سعداء بقى بجمهور الاهلي الجميل اكيد العظيم المحترم اللي بيتابعنا دلوقتي على اللايف ستريم في اي مكان ممكن حضراتكم تتابعونا لو يعني الموضوع صعب شويه يكون من خلال التلفزيون تعليقات جميله وتليق حقيقي بهذا الكيان ناس محترمه جدا لما نيجي نقول برده وانا اكد على المعلومه دي حتى بجد لما اي حد تاني بيخش يعلق باي حاجه يعني مش لطيفه الناس بترد عليه بتكلم هنا الناس اللي هي عيله الاهلي بترد عليه باسلوب راقي لان هو ده اللي احنا يعني متعودين عليه. هنروح فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم. نرحب بحضراتكم اخر فقره في حلقه النهارده وهنختمها مع كاتبه هي بدات يعني قصتها مع الكتابه كان عام 2010 تحديدا. ممكن حد يقول لك ماشي كاتبه ده امر عادي بس هي مش كاتبه عاديه لان هي كانت كمان يعني ليها كده مؤلفات متميزه وهي زي ما بيطلق عليها كمان هي كاتبه متميزه جدا. المميز كمان او المميز فيها ان هي كاتبه رياضيه واهلاويه جدا زي ما حضراتكم شفتوا وليها العديد من الكتب الرياضيه ابرزها كان حكايات الاهلاويه اللي كان من تقديم الناقد الرياضي الكبير ورئيس قناه الاهلي السابق يعني الراحل دكتور خالد توحيد. نعرف اكتر بقى عن مشوارها خلينا نرحب بس في البدايه ببسمه صبحي. اهلا بيك يا بسمه. اهلا بحضرتك سعداء بوجودك منورانا. ميرسي جدا. عايز ابتدي معاكي بعناوين بعض الفصول في كتاب من كتبك وكلها اسماء او عناوين مميزه جدا من ضمنها يا ليله العيد انستينا الثعلب الاب الروحي بيبو فبناء على ايه بتختاري العناوين؟ يعني بناء على الشخصية اللي بتكلم عنها أو الموضوع يعني يا ليلة العيد أنستينا كنت بتكلم عن الحفلة اللي عملتها أم كلثوم عندنا في النادي الأهلي
اللي هي غنت فيها يا ليلة العيد أنستينا. ساعتها كان في مشكلة ما بين الملك فاروق والإنجليز لدرجة إن هم منعوا إن هو يكتب اسمه في المجلات أو الصحف. فالصحفي مصطفى أمين كان يعني مقرب للملك، فاقترح عليه إن هو يروح يحضر حفلة أم كلثوم في النادي الأهلي، عشان الحفلة هتتبث بشكل مباشر في الإذاعة المصرية، وبالتالي المذيع هيقول إنه الملك فاروق جه، فده هيضايق الإنجليز يعني. وفعلا الملك راح ومنح أم كلثوم ساعتها وسام كمال. حلو جدا. طيب بسمة هروح معاك لجزئية الرياضة بقى. في بعض الناس لسه الثقافة عندهم ما زالت اللي هو يعني السيدات أو المرأة ما لهاش في النقد أو التحليل الرياضي، ولو إن برضو الواقع يمكن في العالم كله أثبت عكس ده، بس ما زال عندنا بعض يعني الفكر ده، فبتردي على ده إزاي؟ يعني أنا بشوف إنه الرياضة مش للرجال فقط، يعني أي ما فيش حاجة للرجال فقط بالظبط كده. عجبك انت الكلام ده؟ ما خليتولناش حاجه، ما فيش حاجه فضلنا كرجاله يا بس. لا عليه العوض يا بس بهزر بس، يعني بس النقطه دي بجد حقيقيه. لا حقيقي يعني، اي حد هيبقى متابع كوره وبيقرا كتير عنها او عن الرياضه بشكل عام هيقدر يكتب عنها كويس يعني، او هيقدر يعمل حاجه ليها علاقه بيها، ما فيش فرق بقى ما بين. انت بتحب الرياضه اصلا يعني؟ ده اللي خلاكي من البدايه تقرري ان انت تكوني متخصصه في كتاباتك وفي اعمالك في عالم الرياضه، ما فكرتيش ان انت يبقى الموضوعات اللي بتكتبي فيها مثلا عامه مش متخصصه قوي، ممكن تبقى قماشه الكتب بتاعتك او اعمالك اعرض نسبيه؟ يعني انا حابه اكتب اكتر من مجال، بس انا يعني بحب الرياضه جدا وحابه اكتب عن تاريخ الرياضه وتحديدا تاريخ النادي الاهلي، لانه يعني ساري بالمعلومات، وانا حابه انه الشباب الصغيرين يعني يعرفوا تاريخ النادي ويعرفوا اهميه النادي في تاريخ مصر نفسها. كنا بقى عن الكتاب اللي المفروض تضمن قصه دكتور خالد توحيد رحمه الله عليه، يعني وازاي كان في تاثير عليكي برضو؟ هو دكتور خالد انا يعني شفته لاول مره كان في سنه 2010. انا مش سامعه صوتك بقى يا بس، ما بقى يا بس ما بقى علي صوتك. طب بصي الفرق بين صوتي وصوتك يعني احرجتيني. علي صوتك شويه بس نحاول. يعني تعرفت على دكتور خالد اول مره في 2010، كان في ندوه، شفته في ندوه في مجله كلمتنا. انا كنت بحبه جدا وبحب طريقه تحليله للمباريات الله يرحمه. وفي 2014 اتواصلت معاه على الفيسبوك وقلت له ان انا عامله كتاب رياضي وكنت حابه ان هو يكتب لي مقدمه لو الكتاب عجبه يعني. ففعلا رد عليا واداني ميعاد، رحت له وقرا الكتاب فعلا وكتب لي المقدمه. عجبه المحتوى؟ جدا، وقال لي ان انا اول بنت في مصر تكتب كتاب رياضي. احنا بالمناسبه بنتكلم على انهي كتاب فيهم؟ ريمونتادا. اسمه محطات رياضيه. محطات رياضيه. وقال لي انه جميل ان بنت تكتب في الرياضه، بس يعني الاهم ان انا استمر في كده. بالمناسبه في الكتاب ده بصفه خاصه، ايه ابرز المحطات الرياضيه اللي انت وقفتي عندها في هذا الكتاب؟ انا اتكلمت عن حاجات كتير، هم كانوا 9 محطات، منهم مثلا نساء على عرش كره القدم. بس بصيت لي اول ما نساء. نساء على ايه؟ على عرش كره القدم. حلو. اتكلمت عن حكمات بقى لعيبه كوره، عن مذيعات رياضيات. لا ده بقى تعيدي كتابته مره ثانيه عشان تتضمن. ولازم تهدي لها يتضمن اسمي. لا
يشرفني. لا بس حلو ده كمان وتسليط الضوء على فكره هنا برضو، لان البعض برضو شايف ان حتى المذيعات يقول لك طب هم ما يفهموش في الرياضه، شيء غريب قوي. طب حضرتك اللي بتفهم في كل حاجه بقى، يعني لو احنا ما بنفهمش في حاجه ما حدش بيتولد عارف كل حاجه برضو. كمل. وكان في محطه عن الكوارث الرياضيه، يعني اشهر الكوارث اللي حصلت في ملاعب كره القدم، منهم مذبحه بورسعيد طبعا. وكنت متكلمه عن ال 74 شهيد، كنت كاتبه معلومات عنهم. وكان في طرائف، حاجات قصص طريفه. عايزه تحولي الكتب دي لدراما او في مشروع لكده؟ لا لحد دلوقتي ما فيش، بس انت حابه ده؟ اتمنى اعمل مسلسل عن تاريخ النادي الاهلي، يعني التاريخ الاهلي فيه قصص كتير جميله جدا. هي فرصه جميله جدا. الدراما ممكن تيجي في الروايات اكتر متهيألي، يعني الاعمال الروائيه. هو ممكن القصص اللي انا كاتباها حد يحولها ل، على فكره النقطه اللي كلمتي فيها نهاوند، فكره تحويل بعض الكتب لاعمال دراميه دي برضو من 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 عناصر الجذب اللي ممكن تخلي كاتب يكتب روايه مش كتاب مثلا متخصص في الكوره، املا في اللي الهواند بتقوله ده يتحقق. وعندك البطله يعني، انت مش عارفه بس خلاص الموضوع اتقفل على كده. كمل يا كريم. طيب ايه اللي جاي عندك ان شاء الله؟ هل في مثلا عمل معين انت شغاله عليه دلوقتي، او فكره معينه بتدور في دماغك عايزه تترجميها وتحوليها لكتاب في الفتره الجايه؟ بإذن الله في معرض القاهرة اللي جاي هينزل لي كتابين، كتاب رياضي وكتاب مش رياضي. جميل. طيب نادي الأهلي بقى، أنت من ناحية، أنا هختم بقى بالسؤال ده لأن للأسف الوقت بيجري، بس أنت بتحلمي تقدمي إيه كمان للنادي الأهلي غير العمل الدرامي اللي أنا شايفاه بجد بقى، لو هنتكلم بجد والله حاجة عظيمة وفكرة هايلة لو اتعمل في مسلسل دراما يعني عن النادي الاهلي منذ بقى تاسيسه ولغايه اللحظه اللي احنا مثلا فيها دي، انا شايف ان ده يبقى عمل ناجح جدا بجد. بس بالاضافه لده ايه تاني حابه ان انت تقدميه للنادي الاهلي او تشاركي مع النادي الاهلي فيه؟ يعني هو انا يعني اهم حاجه عندي انه يبقى فيه كتب كتير اعملها توثق تاريخ النادي الاهلي. لا ده دلوقتي التركيز على كده. يعني دي الحاجه، الكتب هي الحاجه اللي بتعيش يعني. صح. انت جميله يا بسمه بجد ونموذج ناجح حقيقي، ربنا يوفقك. ربنا يخليك. بتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله، وباذن الله يعني تنورينا قريبا بعد ما تكوني اصدرتي كتاب جديد، بس على وعد ان ساعتها صوتك هيعلى شويه على كده ان شاء الله. نورتينا. نورتينا وشرفتينا. ميرسي جدا، ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. كابتن نهاوند، انا سعيده جدا والله بوجودي معاك يعني يا استاذ كريم، والله ده شيء لذيذ، ده شيء لذيذ. طيب احنا حلقتنا خلصت، وان شاء الله ان عشنا وكلنا عمر بكره باذن الله. قبل دلوقتي بساعتين يتجدد اللقاء وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. اشوفكم على خير.